مستهدفة من قوى عديدة. دابا انا كنعطيكم الخلاصة يعني بعض النقاطات اللي جاو في الخطاب ديال اولا في يعني في داك الندوة ديال السبيكتاكل ديال فخامة الرئيس. دونك قلت بانه قال بانه الجزائر مستهدفة من قوى عديدة، ونبغيو طبيعة الحال نعرفوا شكون هاد قوى وشكون هاد عديدة. وقال بأنه الجزائر تحولت من المؤخرة إفريقيا إلى الاقتصاد الثالث في إفريقيا. دونك سؤالي أيضا هو كيفاش دار فخامة الرئيس أنه تحول من الثالث في العالم إلى الثالث في إفريقيا؟ واش بالصح قبل ما يجي هو كان في المؤخرة ديال إفريقيا، واليوم كما قال فخامة الرئيس أصبح في الرتبة الثالثة إفريقيا؟ هذا موضوع. وعندنا أيضا الموضوع الثاني، ودائما في انتظار ردة الفعل الجزائرية بطبيعة الحال من النظام الجزائري عما قاله يوم أمس بوتين رئيس روسيا. بالنسبة للإخوان اللي ما شافوش بوتين وما قاله، كنعرفوا بوتين هو الرئيس ديال روسيا، كنعرفوا الخرجة الإعلامية ديال ممثل روسيا في الأمم المتحدة، وداكشي اللي كان قالوا على الأخت ديالنا الله يخليها لنا إيمان خليف، وشفنا أيضا الخرجة ديال لافروف وما قاله قبل أشهر على الدولة الجزائرية الشقيقة لما قال بأنه لا وزن لا هيبة لا مواقف. البارح خرج لنا بوتين وقال لنا، وكل صراحة أنا أتضامن مع أختي إيمان خليف وأتضامن أيضا مع الشعب الجزائري الشقيق ومع الدولة الجزائرية، قال بأنه سولته واحد السيدة وقال لها واش انتي تقبلي أنه راجل، كنقول لكم شنو قال بوتين، واش تقبلي أنه راجل يبدا يسلخ لنا في العيالات ويسلخ لنا السيدة وضربها وزرق لها عينها؟ تنقول لكم بوتين شنو قال. اللي بغى راه التصريح موجود في المنصات كامله بطبيعه الحال يمشي يترجمه. دونك عندنا الموضوع الاول عن بوتين، والموضوع الثاني عن تبون بوتين وما قاله عن ايمن خليف. شكرا اختي سوما الله يحفظك. وتبون ما قاله وكيف تمكنت الجزائر من كيف فعلت الجزائر حتى انتقلت من المؤخرة ديال إفريقيا إلى الرتبة الثالثة أو إلى الثالثة إفريقيا. كبس وبارتاجي وعلى بركة الله. نوصلوا لواحد 10,000 ونبداو ياك ولا بلاتي شوية؟ السؤال واضح إخواني الكرام ياك؟ كبسوا شوية بلاتي، كبسوا سينو بلاتي شوية. دونك باش نعرفوا كيف ما قلنا الرئيس الجزائري قال الجزائر مستهدفة من عدة أطراف. أنا بغيت نعرف شكون هما عدة أطراف، شكون هما عدة وشكون هما الأطراف. وقال فخامة رئيس الجزائري أنه الجزائر اليوم انتقلت من مؤخرة إفريقيا إلى الرتبة الثالثة إفريقيا. كيفاش داروا لها بالمناسبة؟ وكيف تحولت الجزائر قبل أيام من لالا اليوم قال لا عاد تصريح ديال دابا عاد بارطاجيناه لكم، تصريح جديد، عاد تصريح جديد قال لهم انتقلت. لي ما شافش التصريح راه يلاه بارطاجيته دابا. بالمناسبه راه عندي في اخر فيديو يلاه تبارطاجا في الفيسبوك، واخر فيديو بارطاجيت في التيك توك دابا شويه ما كملش واحد 20 دقيقه، وبطبيعه الحال غنهضروا على بوتين على بركه الله. كبسوا اخوتي كبسوا. السلام عليكم. تيمو السلام عليكم. او سويفان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا خويا عبد الله، الله يحفظك خويا. استاذ رضوان كي داير؟ تحياتي حبيبي، مرحبا خويا، مرحبا. تحياتي لك من فرنسا خويا، وراني كنتبعك ديما وكنتفرج فيك ديما وعزيز وغالي. تحياتي خويا الناس في فرنسا وبلجيكا وهولندا واسبانيا والالمان و طاليان و امريكان وكندا والامارات والجاليه المغربيه كلها اينما كانت. تفضل اخي. الله يحفظك حبيبي، الله يحفظك. مرحبا حبيبي، مرحبا. تفضل. وشكرا بعدا حيت كل نهار كنتفرج فيك وكنطلب ديك وما كان ما كتعطانيش فرصه، واليوم الحمد لله تعطاتني فرصه، كنشكرك بزاف. بالنسبه للسي عبد المجيد حاشا كاخويا رضوان. لا 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 يخليك، لا لا فخامه الرئيس الجزائري الله يخليك. واخا مرحبا فخامه الرئيس الجزائري، لانه كيبقى رئيس دوله يحترم بطبيعه الحال. شوفوا باش اخواتي الجزائريين، شوفوا انا المغاربه كيفاش كنتعامل معاهم.
رئيس دولة خي عبد المعبد أبدال يحترم. قلت أولا تعقيبك عن الصمت الرهيب من الدولة الجزائرية تجاه ما قاله بوتين بعدا. أولا انا اللي محيرني، تخيل معايا اخويا رضوان، كون مثلا هاد التصريح ديال بوتين قالوا شي صحفي مغربي ولا قالوا القجاع ولا قالوا شي واحد، الفوضى والضجه اللي كانت غادا توقع. او كارثه كارثه. ولكن كتشوف الصحافه الزيرو ساكتين بحال ما كاين والو، بحال ما سمعوا والو. اوكي، سؤال اخر، رايك في هذا التحول من الثالث عالميا الى الثالث افريقيا بعدما كان في مؤخره افريقيا كما قال، كنقول لكم ما قاله الرئيس الجزائري. تفضل. واحد السيمانه عاوتاني اخويا رضوان غتسخن لي الفرفاره ويقول لك حنا الاولين في العالم دابا اليوم. تحياتي بردات. تحياتي حبيبي، شكرا جزيلا. الله يحفظك. شكرا حبيبي. شكرا. دونك قلت اخواني الكرام، اخر تصريح لفخامه الرئيس الجزائري اليوم يقول بانه الجزائر انتقلت من مؤخره افريقيا الى الثالث افريقيا، هذه الاولى. وبالمناسبه كما قلنا، كيفاش دارت لها الجزائر انها تحولت من الثالث عالميا للثالث افريقيا؟ اختي رشينا مرحبا. السلام عليكم خي، اهلا وسهلا. تحياتي اختي رشينا، مرحبا بك. كيفتينا؟ لاباس. شكرا. طلعتني خي رضوان، ربي يخليك. والله الا دائما انا متبعاك والمتتبعات ديالك، وكنتمنيت يوم من الايام نطلع معك. مرحبا اختي. مرحبا. انتينا رائعه رضوان والله، بالمواقف ديالك وبالكلام ديالك عرفتي حتى كيفاش كدير النقاش بيننا وبينهم. داك الشيء عندك ما شاء الله صحفي ونعم الانسان. الله يحفظك اختي رشيدة. خاي رضوان، هذه طنجاويه رشينا، طنجاويه اها الشمال. مرحبا اختي رشينا، مرحبا بك. هذه شمالية اللي طلعت معك، لكن مغربيه وافتخر. مرحبا اختي رشينا، مرحبا بك. نورك اخاي رضوان، ربي يخليك، الله يحفظك. قلت لك اخاي على ما يقدروش يعقبوا على ما قاله التصريحات ديال الرئيس ديال روسيا، لانه ما يقدرش يعلى الصوت ديالهم على اسيادهم. هذه من الدرجه الاولى، لانه ما يمكنش انتينا تكون كتستعبد واحد الشخص ويكون سيدك وغادي يعلى الصوت ديالك عليه. خصك دائما تكون في الطاعه. تماما، دائما في بيت الطاعة، ما يمكنش. الأخ ديالي، احنا كرمنا شي ناس للأسف الشديد، كرمنا واحد النوع ديال الناس اللي تمردوا علينا في الأخير. قال لك احنا كرمنا اللي ما عرفوش يحسنوا الكرم ديالنا. هذه هي الجار اللي بلانا به الله عز وجل، لكن ما عليش، حنايا تفوقنا عليهم ان شاء الله بزاف ديال الحويجات، تفوقنا عليهم رغم ان هنا الدوله ديالنا ماشي بتروليه والدوله ما عندهاش الذهب الاسود، لكن ما شاء الله الا شفتي البنيه التحتيه للمغرب وتشوفي ما شاء الله الاتجاه اللي تاجلو المغرب ماشي هو الجزائر، رغم انها دوله بتروليه وعندها الذهب الاسود ويعني ما زعما الدوله هي غنيه من واحد الناحيه، لكن فقيرة جدا مكتب نواحي، فقيرة جدا. تبارك الله عليك اختي رشينا، شكرا جزيلا لك اختي، تحياتي. ربي يخليك اخي، طلعتيني، شكرا بزاف رضوان. مرحبا بك رشينا، الله يحفظك. شكرا. شكرا، مع السلامة. الوغ كيفاش الاخوان دارت الجزائر كما قال اليوم فخامه رئيس الجزائري حتى انتقلت من مؤخره افريقيا الى الثالثه افريقيا؟ كيفاش هذا التحول الغريب من الثالث عالميا الى الثالث افريقيا؟ وعلاش شفنا صمت رهيب تجاهها وحياله تصريح بوتين؟ السلام عليكم خويا. السلام ورحمه الله. مرحبا بك سيدي، مرحبا خويا. كيفاش راك؟ مليح لاباس؟ الحمد لله حبيبي، الله يبارك فيك خويا. مرحبا خويا. نبداو بوتين ولا نبداو بتبون؟ كما تحب. نبداو بوتين، صمت رهيب. على واش؟ على ما قاله بوتين. هذه ما سمعتهاش والله، ما سمعتها. تري بيان، اوكي. واخا بوتين البارح في واحد الخرجة إعلامية، في واحد المناظرة، قال لبنت حشومة وعيب وعار، أنا ما عرفتوش على من كيهضر بالمناسبة. ولكن نخليك انت تفهم داك الشيء يمكن اللي فهمته انا.
قال لها ما يمكنش نقبلوا انه راجل يطلع مع النساء في الملاكمه ويضرب السيده ويزرق لها نيفها ويدي الميداليه. شكون كان كيقصد في نظرك؟ والله الله اعلم. يعني راك تحكي على خليف مثال؟ لا شوف، انا هو هضر هكذا وما جبتش الاسم. انا زعما في نظرك شكون قصد؟ ايوا انت مين داك؟ مين داك تبغي الالعاب الاولمبيه شكون قصد؟ لا ماشي انا ماشي بوتين. قال للسيده البارح في الالعاب الاولمبيه راجل طلع مع النساء وبدات يصلخ فيهم وزرق لها عينها ودا ميداليه. على من كيهضر في نظرك؟ هاد الكاسون هادي انت كي يطلع معاك قولها له. هادي انايا ما نجمش نقولها لك، راه فاهمك انا على باليش. وما على باليش نقولوا في الثالثه افريقيا اللي حكيت عليها. والله شوف اخي علي الثالث افريقيا. غير رايك سؤال اخي الجزائر، الاسم ديالك خويا، اسم ديالك عبد الهادي. عبد الهادي، الرئيس الجزائري قال لك انتقلنا من المؤخرة إفريقيا إلى الرتبة الثالثة. واش قبل ما يجي هو كنتوا في المؤخرة إفريقيا أو لا؟ هاد الشيء راه سنوات هادي. لا الجزائر تبدلت يا أخي. راه تبدلت، أنا اللي معاه في هادي. راه تبدلت يا أخي، وفرق كبير بين الجزائر وقت 10 سنين فاتت ودرك. يعني فرق كبير بزاف. يعني كاين يعني الإنسان يشوف يعني تحسن ملحوظ كاع. هذه باينه الثالثه افريقيا، هذه راهي لا غبار عليها وراهي مرشحه تكون هي الاولى في افريقيا. اي ولكن هو في التصريح ديالو قال لك كنتو في المؤخره افريقيا. واش نتوما كنتو زعما كاع والو؟ هذيك الله، هذيك تاع ما كنا والو. انا هذيك ما ننجمش نقول لك عليها، مي راني حاس راني عارف بلي رانا مع الوالو في افريقيا، رانا مع الوالو الحمد لله. والله شوف السير دوان، انا نقول لك شو، انت انسان محترم اخويا. انا نقول لك انا شو ماذا، انا المغاربه كومبلي الناس اللي يديروا هذا لي لايف، كاين انت الرقم واحد عندك، انسان مربي ماغريت تمسخر وكلش بصح مربي يا اخي. بصح والله غادي نعقب غير هذه الحاجه، ماذا بيا اخي تسمعها مع عند خوك. باي ولا لك مرحبا الله يحفظك احمد. لا خليني نكمل لك هذه الكلمه هذه. تفضل تفضل اخويا تفضل. هاي الكلمه، شوف البارح كنت معك في هذا اللايف، شفت واحد الخونا مغربي قال لك عندي 10 سنين في الجزائر. شفتي لايف اخر؟ لا معاك البارح، قال لك 10 سنين في الجزائر وقال لك شفت منهم الويل. انت في ميزك اللايف تاع عليك كونك عقلاني وحقاني، الا تقعد في بلاد 10 سنين وهي وانت ما مصهود فيها. أيوة شوف انا ما نكذبش، لا نقولك صراحه، انا ماشي في الوضعيه ديالو، انا ما عرفتش هو التعامل كيفاش تعاملوا معاه، ما نقدرش نحكم. هو اسمعني رضوان، انت انسان ذكي وتهضر ياك فهمي. انا ما عرفتش الوضعيه ديالو اخي الجزائر. شوف ما عرفتش الوضعيه لا الماديه ديالو ولا الوضعيه الاجتماعيه ديالو، فهمتي؟ وما ما نقدرش نحكم بكل صراحه، ما عنديش زعما معطيات باش نحكم عليها. رايه الشخصي يحترم بصح كما نحترم الراي. بصح غير ما نقول حاجه فيه. شوف انا شفت انا المغاربه يخسروا بزاف. علاش نقول لك علاش يخسروا الهضره؟ انا نقول لك واحد الراي تاعي نقولها لك. ما مزيانينش هذوك ما مزيانينش. انا نقول لك واحد الراي دروك على الانسان اللي يبغي يقادر الحاكم تاعه، اللي غلا يقادر ثاني الحاكم تاع الناس. راك فاهمني؟ باش ما يوصلوش عليه كيطلعوا الجزائريين مثال عندك ولا يطيح. راه طلع كاين مسكين انسان مقلق وكيسمع هضره خايبه، حاجه باينه بلي غادي يكون عندها رد فعل ما شفناها. الله يحفظك خويا عبد الهادي، تحياتي وشكرا جزيلا اخويا. الله يحفظك السي عبد الهادي، انسان محترم بطبيعه الحال. دونك كيفاش اخواني الكرام، كما قال فخامه الرئيس الجزائري اليوم تصريحه اليوم، كنعاود لكم التصريح كما قالوا، ما نزيد كلمه ما نقص كلمه سي محمد بلاتي اسمح لي. انتقلت الجزائر من مؤخره افريقيا الى الثالثه افريقيا. كيفاش دارت الجزائر اخواني الكرام حتى انتقلت من مؤخره افريقيا الى الثالث اقتصاديا في افريقيا؟ هذا تصريح الرئيس. محمد خويا مرحبا. السلام عليكم اخويا رضوان، كي داير حبيبي؟ بخير صحه لاباس. مرحبا بك، الله يبارك فيك حبيبي. مرحبا انا خويا مرحبا. شوف انا في هذا الموضوع ما عندي فاش ندخل، غير طلعت نسلم عليك والسلام تبارك الله عليك. الله يعينك فيفا ديما. الله يحفظك خويا. الله يحفظك. الله ينصرك. الله يحفظك حبيبي تحياتي. دونك قل دائما اخواني الكرام مع ما قاله فخامه الرئيس الجزائري، راه مثال يحتذى به. الدوله الجزائريه مثال يحتذى بها. سي اشرف مرحبا تحياتي.
صافا كلشي مزيان. الله يحفظك اخويا، مرحبا بك خويا. راك منور اخويا ديما. الله يحفظك حبيبي، تحياتي تحياتي. تفضل تفضل اخويا. واحد الحاجة مرحبا. ولا شي حوايج مهم واخا اول واحد غادي يقولهم لك هنا هذاك اللايف كامل اللي قلتي. قول لي. بغيتي نعرف واحد الحاجه، بزاف ديال الجزائريين ما عرفتش واش بحال النظام الجزائري غاسل لهم الدماغ ديالهم، ماشي كاملين، نقدر نقول لك واحد 80% بحال حتي اشرف. شوف خليه يغسل ليهم ما يغسلش ليهم، داكشي بيناتهم. انا ما يهمني هو كيفاش دار الريزو. عندك مشكل يا خليني رضوان. كان الريزو اشرف، الريزو اشرف. دابا كتسمعني؟ دابا مزيان؟ عندك مشكل ديال الريزو. مزيان اسي رضوان. تفضل تفضل تفضل. كتسمعني مزيان اسي رضوان؟ كنسمعك ولكن عندك شي حاجه فيها الصداع. واقيلا الريزو قليل. الريزو دابا سي بون؟ دابا كيتعاود الصداع اخي. لا ما كنسمعكش اخي اشرف والله. كي واحد لواحد الريزو، اعتذر الاخوان ما عرفتش واش كتسمعوه لتحت ولا لا، عنده مشكل ديال الريزو. الله استغفر الله العظيم، استغفر الله العلي العظيم. كبسوا اخوتي كبسوا، بارطاجيو، حركوا صباعكم. واش اخويا؟ السلام عليكم اخويا، مرحبا اخويا. مرحبا. الله يحفظك. مزاهلنا تيك توك، راك مزاهلنا تيك توك خويا، صافي ربي. باين سقسي 1.6 1.6K لو كانوا يخرجوا جزائريين شحال يبقاو؟ ايوا خرجهم كاملين. لو كان لا سؤال غير طرحه على نفسك، راه 1.6 لو كانوا يخرجوا جزائريين شحال يبقاو؟ 1.6 الا خرجناك من انت غتبقى 1.5 فاصلة شي حاجه. سي با فري. بغيتي تخرجهم قول لهم يخرج، قول لهم يخرج. خويا رانا نتمتعوا، رانا مسرحيه كل يوم عندنا مسرحيه. شكون عادل الامام؟ بوتين عادل الامام تاع المغرب. بوتين عادل الامام، عادل الامام بو كنهضر معاك انا دابا. كنبغي نطرح السؤال انت طالع هنا باش تجاوب. روح. بوتين البارح قال لكم راجل دا ميداليه اولمبيه، شكون كان كيقصد في الملاكمه؟ كان يقصد الرجال تاع الجزائر. راجل لعب مع النساء ودا ميداليه، شكون كان كيقصد بوتين؟ كان يقصد الرجال تاع الجزائر اللي شاركوا. حنا عندنا كيف كاين نساء كاين رجال، كلشي تسماو رجال. داكور. دونك حيت انا ما فهمتش، انا ما عرفتش كلش، ما عرفتش شكون قصد بصراحه. هذه هي دوك تفهم، دوك تفهم. المهم دوك هذه هي، هذه حصه تاع التمرين نقعدوا. يلا وهبط هبط، وانا احترم، انا لا يشرفني انك تطلع عندي وتنعت اختي الجزائريه بالرجل، لا يشرفني. لك انت ما مربيش، انا نعاود لك الترابي. اختي الجزائريه مراه على راسي وعينيها تحترم، ولكن باش نعت لي اختي الجزائريه بالرجل هذه ما نقبلهاش. شكرا خويا شي القفيله، شكرا الطاهري، ما نقبلش انه راجل جزائري يطلع هنا عندي في اللايف وينعت المراه الجزائريه بالرجل. شكرا خي شي القفيله، هذه ما نقبلهاش، ما نقبلهاش من عند بوتين، غنقبلها اليوم من عند جزائري. حاشا ولله واش تكون ايمان خليب رجل، حاشا ولله. راجل جزائري يا حسره يطلع يجي يقول لي انايا هنا عندنا كلشي رجال. حشومه والله الا حشومه والله صاحبي، ما تجيكش النخوة على بنت بلادك. السلام عليكم خويا. السلام عليكم، كيفاش اخويا؟ لاباس صايع؟ لاباس. الله يبارك فيك حبيبي، تحياتي. كيفاش معايا؟ لا حدك اخويا، مرحبا بك خويا. الحمد لله. مرحبا سيدي. كل يوم راه عندك الجديد اخويا، استعرض بك. والله يحفظك حبيبي. والله لا استعرض بك اخويا. كنسترزقوا شويه، كنسترزقوا الله اخي. الله يعاونكم، الله يعاونكم. البطاله والفقر واش غنديروا اخي؟ ما عندنا ما نديروا. ايوا معليش معليش، الهاب الجزائر، الهاب الجزائر بس. واخا خويا بوتين البارح، بوتين تعرفوا الرئيس د روسيا؟ وانا عارفه. البارح قال لك بانه كاين واحد الراجل ميداليه اولمبيه في الملاكمه لعب مع النساء، شكون كان كيقصد؟ ها هو يعرفه، سقسيه هو يقول لك. اسمح لي يا صاحبي، واش حتى واحد فيكم ما عارف؟ ما نعرفوش حنايا، هو يعرف، حنا ما على بالناش ان هذا الراجل هذا اللي يلعب مع النساء وده ميداليه. وكيبيع لكم السلاح، هو اللي كيبيع لكم الفراد. واخونا هذوك ونحبوهم ويحبونا هذوك.
تري بيان واخا سيدي الله يسهل عليكم اخويا. تبون قال لكم اليوم انتقلتم من مؤخره افريقيا الى الثالث افريقيا. نعم تقدمنا بزاف وتطورنا والحمد لله من اللي جا هو جا مع الخير الحمد لله. ولكن من جا هو واش بصح كنتوا في المؤخرة افريقيا سينو ما كان الاقتصاد تاعنا طايح كان الاخر من اللي جا هو الاقتصاد طلع. اتفق معك ايوا كو كنتوا حاجه واحده انتما كنتوا ديروا البترول باطل قطع عليكم. اش وليتوا تصنعوا دابا اش وليتوا تصنعوا ها اش كتصنعوا دابا؟ بدينا نصنعوا الكافيه كيما انت الدفابع بدينا نصنعوا ورا بصح سي نورمال صاحبي. انت راه ماشي قبل ما يجي هو راه خصكش تكونها في مؤخره افريقيا ترى خصك تكون في اسفل سافلين. هذا سي نورمال صاحبي سي نورمال. قال لك كيقول لك يعني ايفيكتيفمون ملي جا فخامه رئيس الجزائري كان في مؤخره افريقيا كما قالها فخامه رئيس الجزائري كيعترفوا. واش ما فهمتش انا اخوتي ما فهمتش واش بصح كنتو في مؤخره افريقيا ما راه ما غاديش تفهم ليا الخوت هادي الحماقه صاحبي. وبنادم طالع تيقول لك كنت تسطي هادي هشامين الله يحفظك طاهري. شكرا اختي خويا ولا اختي الطاهري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله سيدي رضوان. تحياتي مولاي. تحياتي يا حبيبي شيخ الكلام. مرحبا خويا مرحبا. الله يطول عمرك بصراحه انا وقيلا عندي الجواب للسؤال اللي كنت تطرح ومقبله قلبي تحرقني. انت ديال بوتين ولا تبون؟ لا الاخر ديال المؤخره مؤخره افريقيا الله يخليك. نعم هو كاين واحد الرياح ديال الاحترام شيخ الكلام الله يخليك. شويه الاحترام. مؤخره افريقيا الله يرضي عليك. نعم هو باش تنتقل من المؤخره وتوصل للدول يعني المتطوره تيخصك واحد القدفه نوعيه. هذيك القدفه النوعيه تحققات وتبارك الله فهمتي. على انا من المساندين تاع عمي تبون. انا من المساندين ديالو وعندي غير واحد الكلمه الى قبلت عليها سيدي رضوان بحكم انني شاعر وسجان مغربي. عندي غير واحد الكلمه بغيت نقول لهم انا المغربي لا ارى الا الافق والا فالعلا عودي صلب لا ينحني وطيني طيب تفوح رائحته فتعبق الاجواء بالطيب رايت ميما فقلت ما تكون مملكه متكئه على ملك مغوار وشعب أصيل مقدام يهيب الأشرار غور في التاريخ وغطس في خبايا التاريخ أما الراء فتلك ركب الخيول العربية البربرية وراية سلم لمن يحب السلمية فجاءت الباء مهرولة فقالت أما عرفتموني أنا بربرة أنا المغرب سلطان الخبايا فلا تستغرب وتاج ملوك تافيلات أنا عربي أمازيغي صحراوي لا مستعرب أنا المغرب سلطان الخبايا فلا تستغرب. عود الجملة الأخرى اللي قلتي ما فهمتهاش. أنا عربي أمازيغي صحراوي لا مستعرب أنا المغرب سلطان الخبايا فلا تستغرب. تبارك الله عليك أخي. تحياتي خويا. شكرا جزيلا لك أخي. جملة تلخص المزيج المغربي بطبيعة الحال دون أن ننسى الروافد الإفريقية. متفقين أخي شيخ الكلام. والروافد المتوسطية بطبيعة الحال والروافد الأخرى اللي عندنا الحمد لله في المملكة المغربية. تبارك الله عليك أخي شيخ الكلام. شكرا جزيلا لك خويا. تحياتي. ناس مكناس الله يعمرها دار. ناس مكناس مكناسة الزيتون. راه هو داك الشيء داك بالي داك الشيء ديال مكناس باقي ما بغاش يتحل. عندكم ديك لابلاص وداك الشيء سنين انا راه من يامات كورونا وانا كنسينهم يحلوا ديك الساحه الكبيره ديال الهديم وداك الشيء باقيين خدامين فيه معطلين ما عرفتش علاش ولكن راه الثوره راه سنوات. السلام عليكم.
ابو حقيقه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حذيفه مرحبا خويا. واش راك خويا رضوان لاباس؟ الله يحفظك حبيبي مرحبا فريا. شكرا مرحبا حبيبي. الوالدين الفاميليا كاع لاباس؟ الله يرحم لك الوالدين الله يحفظك حبيبي. تحياتي خويا ابو حذيفه. تحياتي خويا. تفضل حبيبي. تفضل تهضر ولا نهضر رضوان؟ شكرا اختي فريا. شكرا. الوغ انا عندي غير جوج اسئله. اسمح لي عندي غير جوج اسئله ونكمل. بوتين في نظرك شكون قصد البارح بالملاكم الذكر اللي لعب مع النساء ودى الميداليه الذهبيه؟ شكون قصد في نظرك؟ السؤال الثاني. غير جاوبني. رضوان خويا الله يهديك. انت انسان يظهر لي راك وليد فاميليا وانسان محترم، وسؤال كيما هذا سؤال استفزازي رضوان. انت ما لقيت كاع شكون معاه من تهضر، تهضر غير على عندنا غير ايمان خولي في الجزائر. حنا ما عندنا والو. ابو حذيفه انا ما قلتش، انا قلت لك من قصد نعم خويا بوتين. شكون قصد بوتين؟ انا ما قلت والو اخي ابو حذيفه. يا ودي كيف تقول رضوان راهي باينه واش راك قصدو؟ راك باينه وراك حاب تروح مني راك تجي واش راك دير؟ رضوان هذا ماشي هضره على رضوان خويا. واش واخا تستفز بها السفهاء يبدو يخسروك في الهضره ومن بعد انت تقول الجزائريين ماشي ملاح. واش انا ابو حذيفه؟ انا هو بوتين اخويا. وانا اش قلت؟ واش قلتها انا؟ واخا نفوتو اذا يخليك من الهضره الجايحه رضوان. صافي ابو حذيفه نفوتو اخويا ابو حذيفه. هذه العشيه هذه فخامه الرئيس الجزائري قال لك الجزائر انتقلت من مؤخره افريقيا الى الثالثه افريقيا اقتصاديا. كيفاش درتوا ليها؟ يقول لي عاوتاني. انا ما قلتش، انا كنقول له شنو قال الرئيس ابو حذيفه. ابو حذيفه وانا خويا واش شي انت ما بغيتيش تجاوب اخويا ابو دحيح. وكما درت معك شديت لك بوتين تقول لي هادي، قلت لك كي غندير معك اصاحبي. انا ما عرفتش دابا، انا عندي جوج اسئله. دابا انا قلت ما نشدكمش في بوتين، غادي نزيركم شويه، عارف الاخوان غادي يتزيروا، قلت نخليهم في داكشي اللي قال الرئيس اليوم هاد العشيه هادي هاد العشيه. ودابا الخوت ودابا بيني وبينكم انا، واش انا درت شي عيب؟ بوتين قال لك كذا من قصد، وتبون قال لك من المؤخرات افريقيا للثالث افريقيا. كي دار ليها جوج الاسئله بسيطه زعما ماشي شي حاجه. والسؤال الثالث يلا نسهل عليكم الماموريه، تبون اليوم قال لك بانه الجزائر مستهدفه من طرف جهات عديده. شكون جهات وشكون عديده؟ الله يهديكم اخوتي. وانا ما دابا كندم كاع علاش كندير هذا اللايف انا صاحبي، بحال انا ما لقيت لكم جهده صاحبي. ما بغيت نهرب من هذه طحت في هذه، هي اش غندير؟ ما لقيت جهد، ما عييت ما نفكر، ما لقيتش كي غادي ندير. هربت من بوتين غنطيح في مؤخره افريقيا، هي دبنا مش ضرر. السلام عليكم. لا كي دايره اختي؟ الله يحفظك الله يبارك فيك اختي مرحبا بك. واش يعني هادو انت اللي تعطيهم ارض زعما هاد الاسئله كتمدهم ارض وايه قالها التبون؟ قالها اي قال كنا في مؤخره، قالها اي وكنا ثالث حاجه لا بردي الفرفاره تبون وبرد الفرفاره تبون. قبل ايام كانت ثالث في العالم. بردي الفرفاره الله يرضي عليك. بشويه لك طلقي الميكرو ولا غنزلك اخر انذار ولا غنزلك؟ انا كنقول لاختي بردي الله يرضي عليك الفرفاره. تبون قبل ايام كان هو الثالث في العالم، اليوم انتقل من مؤخره افريقيا للثالث افريقيا. واش قبل ما يجي فخامه الرئيس الجزائري كنتوا بصح في مؤخره افريقيا؟ تفضلي يا اختي مرحبا طلقي الميكرو. اي اكيد لو كانت ثلاثه افريقيا، مي بصح انت بلادك وين راهي؟ راهي ماهيش بك في مؤخره افريقيا، راهي في مؤخره افريقيا والديلتا افريقيا، انت راك لتحت، جيت تهضر على الجزائر. لا الحاج الله يهديك. انت وين راهي بلادك؟ انت راك مور اثيوبيا، انت راك مور اثيوبيا. ليش اثيوبيا؟ انت راك مور اثيوبيا في التعليم والاقتصاد، راك من كوب وجاي تهضر على الجزائر.
انت تضع الجزائر دائما. انت شوف الذهب الاحتياطي الذهب، احنا الثالث انتم الخامس في التنمويه البشريه، انتم مورانا في الاقتصاد، انتم مورانا في التعليم، انتم مورانا في كلش حتى في الطب انتم مورانا. يعني المهم انه الجزائر انتم راكم مورانا. تجي تهضر انت دير شوف على ما تحضرش على بلدك مثلا، علاش ما تهضرش على المغرب؟ علاش جاي نهار كامل انت تحضير تحضير في تبون؟ يهديك الله يهديك الله يهديك الله. تبون راه انا ما عنديش في بلادي، ما عنديش في بلادي تبون. عندي تبون حنا نقولوا له بيان سور، عندي تبون حنا نقولوا له ما شاء الله عبي تبون. انا كنحترمو ما نقدرش نقول له عمي، انا ما كنحترمو كنقول له فخامة الرئيس. حنا ما حنا نقول له عمي والطاعة إلى الله إلى لله، حنا ما نبوسولوش يعني الآخر، حنا نقولوا له التحية عمي تبون. كيفاش نبوسو؟ كيفاش نفهمش؟ ما نبوسولوش اليدين، حنا ما نركعولوش. الفرق كاين شي واحد كيبوس يدين عمو؟ الناس كيبوس يدين والديهم باهم جدهم. اه والديهم، إيه الاب تاعك اللي رباك والام تاعك اللي رباتك. ماشي حنا عندنا بوانا، حنا اللي تحتك سقف، ماشي انسان كيما انت كيما هو. حنا عندنا بوانا كنبوسو ليه يدينا يديه. واش من الاب؟ واش من الاب؟ واش من الاب؟ عندي با الملك ديال البلاد وعندي با اللي ولدني البيولوجي. انت عندك عمك اي سما لو كان يقولوا لك، كان يقولوا لك الاب تاعك ولا الاب تاعك الحقيقي ولا الاب الاخر، تبع باباك الحقيقي على جا واحد انسان ما على بالوش بيك، ما على بالوش اصلا بيك. شكون هذا اللي ما على بالوش بينا؟ ما بالوش لما اشترى القصر تاع الكابون على بالو بيك، لما اشترى قصر في فرنسا على بالو بيك. الحوز الحوز لحد الحوز لحدنا اليوم راهم مرمطين في الحوز، مازالهم في القياطر ومازالهم في الاخر دراهم اللي لمهم. وين راهم؟ راهم في راهم في فرنسا. بكي الحوز؟ بيان سور الحوز لحدنا اليوم. ايه حدنا اليوم بكي الحوز؟ وجيت تهضر على عمي تبون المشاهدات بيان سور عمي الحوز بكي الحوز بكي الحوز؟ الحوز عندكم اللي وقع فيه الزلزال مالو؟ مالو مالو. وبعد ومن بعد نعطي ولاد بلادي لي فيديو على بلادك اللي مازالهم يبكوا، قال لك رانا رانا في الامطار على الابواب وهما مازالهم عايشين في القياطن. وراهم لي زابارتمون اللي كنت تقولوا الملك الملك، اما تبون حنا تبون ام، وراهم لي زابارتمون. انتم وين راهم لي زابارتمون تاعكم؟ وراهم المشاكل كنبنيو في الطينه حنا في الطينه. تهضر على عمي تبون وين جاينا هكا تاع عمي تبون؟ وما تقطعنيش وما تنزلنيش، خاطر لو كان تنزلني راك خواف من امراه جزائريه وتولي عار في التيك توك، نديرك عار في التيك توك كتهبط جزائريه. راني نقول لك لخاطر الجزائريه ماكش قادر. جيت تهضر على بوتين، بوتين حنا بوتين يجي نتوما يكلخ لكم، يكلخ لكم ليكم والاسلحه يبيعوا منا لينا. واخا يقول عليك واخا بلاتي اسمح لي انا هادشي كاع اللي جبت. لا 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 شوف انت، شوف انت واش راك تقول. وما هضر لا على ايمان خليف، ايمان خليف للعالم. العالم فعلها العالم قال تحياتي يا بنت الجزائر يا لبؤة الجزائر. ايمان خليف اختي اختي امشي معاك كبر ديال الاعصاب ديالك وانت ليا معصبه القهر الله غالب القهر اللي دارت فيك هكذا. اختي الله يرضي عليك نادي، تفضل تفضل. انا خوك كبر، اعتبريني خوك كبر منك، اعتبريني خوك كبر منك. لا لا خويا اللي يضرب لي خويا، انا ما يطعنش في بلادي. اعتبريني خوك كبر منك. انا غير سؤال، غير سؤال اختي نادي، كتكمي؟ وشنو؟ كتكمي كتدخلي؟ الكميه عندكم انتوما ماشي عندنا، انتوما اللي مشهورين عندكم، عندكم انتوما. تنزلي انت راهي اللي قلت لك اش عندك، انت راه عندك راجل كيلعب مع العيالات. سيري في حالك اختي الله يرضي عليك، سيري في حالك، سيري سيري رجعي لمؤخرات افريقيا كما قال تبو. كيفاش داك التيشالت في العالم ولا التالت في افريقيا اختي؟ سيري يا اختي سيري، الله يرضي عليك. والله ما نكمي ولا نكون هكا هكا كما قال عبد الله مشطار الراجي. انا ما قلتش، هو اللي قال الله اعلم شكون قصد. الله اعلم الله اعلم، انا ها قلت كنقول اش قال بوتين، انا ما قلتش. الله يرحم الوالدين اللي عنده اللي عنده الفيديو يشوفوا، راه يشوفوا بوتين اش قال تيما. الله يحفظك. انا كنبقى ندي الذنوب معاكم بحال الشرجم، لان معاكم كندي غير الذنوب. انا ما قلتش بحال انا اللي قلت، بوتين اللي قال ماشي انا. واش انا بوتين؟ تبردوا شويه صح، كنولي بحال انا هو بوتين، بحال انا هو بوتين اصاحبي. راه بوتين اللي قال ماشي انا، بوتين اللي قال واحد البوكسورة شكون هي ما عرفتش شكون هي. لا مش دراجي
واخا وتبون قال كنا في المؤخرات طلعنا للثالثين في افريقيا، كيفاش دارت لي هذا الجزائر؟ كي داروا ليها تطلعوا من مؤخرات افريقيا للثالثين افريقيا؟ اش كيصنعوا الجزائر صاحبي؟ بغيت نعرف الجزائر. شكرا اكيسيلوس امينه، الله يحفظك الزرافه، عندي الحديقه هنا ورا فريمو، عندي حديقه والله الا عندي حديقه. بلا مش دراجه، كبسوا 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 كبسوا، تخرجوا بنادم على طوعه اصاحبي، عاد بلا مش دراجه، استغفر الله العظيم. تردون هنا بحال انا وبوتين، سير اخويا كمان بوتين. السلام عليكم. ديري دابا حنا بعاد عليك في افريقيا، انت من المؤخره ديال افريقيا الثالثه، سيري اختي عطينا التيسع الله يرحم، سيري لهي، سيري صنعي داك الشيء اللي غتصنعي، ديري اختي تصنعي لهي، ديروا راه قلت لكم اش كتعني جوج، غنقلب لكم نجبد لكم شي حاجه، راه المخ حتى يدور غنجبد لكم شي حاجه من تفضل اخويا تفضل. قلت اخويا راك عارف هو دابا تبوني الا قال شي حاجه راه حنا ما غاديش بالنسبه الا قالها راه كيقول لك كيوجه هذاك الكلام للجزائريين اللي كيثيقوا بداك الشيء فهمتيني اللي ما حنا شوف حنا الا توجه لنا شي كلام خص يكون منطقي فهمتيني اما بالنسبه للشعب الجزائري غادي يثيق حيت موالف كيثيقوه هو بالعكس هما ما كانوش في المؤخره افون فعهد بوتفليقه وهذا الشهد اللي بن جديد وكذا حنا وجه هذا كنعرفوا كانوا شويه كانت شويه كانوا ياكلوا مزيان شويه يشربوا مزيان كانت سلع كانت اما تبور راه داهم للحيط راه في العكس قال لهم كنتوا في المؤخره ديال افريقيا كيفاش واش هو قبل منين جا هو ما كانتش البلاد كانت مردومه لا هو كانت شويه راه كانت مزيانه في عهد روما كيعرفوا دابا الجزائريين عارفين الواقع فهمتيني راه كايعيشين شوف حنا وجه هذا نعرفوا الواقع ما غاديش نكذبوا كانوا عايشين مزيان صافا بعدا كوميم حسن ما التبون راه هو دابا هو داك ما كيبان عندهم يبرد لهم بهذا الكلام هذا يعني بحال اللي كيقول لهم راه حنا ولينا في المؤخره واش اثيوبيا في عهد بوتفليقه وعهد الشادي بزيد كي كانت كان كيضرب كان يضربوا بها المثل في الفقر ولا اثيوبيا والدول الافريقيه علاه شوف انا غادي نعطيك غير ليكزومبل علاش الوقيته فاش كانوا كيشريو الدمام بدراهم الشعب الجزائري على حساب الصحراء المغربيه علاه علاه ديك الوقيته كانوا مزيانين يعني كانوا دراهم شحال هذه في الوقيته اللي كان هما عندهم الفلوس شكرا سومو خويا ابديل كانت تتقول مالك جاي من اثيوبيا دابا وليدي تقول نتمنى نكون اثيوبي بيان سور وكنا كنشوفوا الاطفال مساكين ديك الوقيته في اثيوبيا كانوا مساكين عندهم واحد المرض ديال الجوع كان عند البطن ديالهم بيري اثيوبيا ولات اون بويسونس ايكونوميك مونديال هذيك لو مومون الشعب الجزائري كان عايش بالحليب الحضا وكان عايش بكذا وبزاف ديال السلاح مثلا على ديك الحليب الحضا خويا حنا ما كناش كنشربوا في وجده حنا اللي كانت عنده شي قطه ولدت وماتت لهم مهم كيجيب داك الحليب الحضا ويديروا في البيبرو ولا شي كلبه ولا انا عقل كانت عندي واحد الكلبه اللي ولدت لي ومات امهم جبت داك الحليب الحضا هما باش عيشتهم باش كبروا فهمتيني وبالنسبه لديك الدز هي المدردز هما عندهم الدز وحنا عندنا المدردز هي المهبول تحياتي خويا تحياتي تبارك الله عليك حبيبي شكرا جزيلا السلام عليكم عاد عرفت الحليب تحياتي دونك الحليب الحضا كانوا الاخوان في وجده وفي احفير كانوا كيعطيوه للمشاش انا ما كنتش عارف انا عاد اكتشفت اليوم وحنا كنا كنعطيوهم جيرفي يا صاحبي حنا حيت ما كانتش كتوصلنا للحظه فقط كتعطيه جيرفي ومن بعد جا سليم هما كانوا كيعطيوه غير اللحظه تما اختي رشيده الله يحفظك دابا القط في وجده وفي بركان وفي احفير كيعطيوه حليب اللحظه وحنا هنا كنا نشريو جيرفي وتعطيه بتي سويس قط كياكل بتي سويس يا لا 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 تحياتي اختي ياسمين تحياتي كبسوا كبسوا اخواني الكرام كبسوا 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 دونك قلنا بوتين وتبون بطبيعة الحال ونبقاو دائما في الموضوع ديال بوتين شكون قصد وتبون كي دار ليها السلام عليكم خويا وعليكم السلام مرحبا بك سيدي الله يبارك فيك انا صراحه اللي كنظن بان الجزائر في عهد ديال تبون تقدمات دو مانيير ايكونوميك
ستاجير كو ليكسبورت ديالها كان عنده واحد النوعيه من الازدهار، ولكن كتبقى اون ايكونومي كي ني با ديفيرسيفي، بمعنى انه كتشعد لواحد الدرجه ديال 70% او اكثر كتعتمد على المحروقات ديالها، وهذا هو اللي خلى الجزائر توصل لهاد المرتبه. ولكن ملي كتكون كتعتمد على حاجه وحده في ليكونومي ديالك كتولي ليكونومي ديالك فراجيل، استاجير اي بروبليم يقدر يوقع لك في المحروقات كيرجع لك بمانيير سلبيه. تماما 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 حبيبي. دونك بالنسبه لك انت سي بلوس يعني هذا الشيء ديال الغاز والبترول لي زيدرو كاربور هما اللي خلاو، راه متفق معك في هذا الشيء اللي قلتي. لا حيت فاش كتلاحظ لا بالانس ايكونوميك ديال الجزائر في لي امبورطاسيون لي زيكسبورطاسيون وباش كدور ليكونومي ديالهم كتشوف بان المنتوج الخام ديالهم جاي من ليكسبورطاسيون ديال الغاز والغاز والبترول. والجزائر اللي عاونها هي الازمه ما بين روسيا واوكرانيا اللي طلع لي بري ديال الغاز سورتو ديال هذه المره قبل راه كانت فهمتي الازمه ديال باعوا لي زيدرو كاربور انتقلوا من المؤخره الثالثين في افريقيا ومن والحاجه اللي الناس في الجزائر ما عارفينهاش بزاف هي الا لاحظتي لو رابور ايكونوميك ديال البلد بان داك الغاز والبترول ديالهم راه 60% ديالهم كينفع غير بلادهم. تماما واللي كيقول لك بان حنا كنصدروا لاوروبا وهذا راه فرنسا اللي كتقولوا غتقطعوا عليها الغاز راه كتستهلك غير 8% من استهلاك ديالها كامل، 8% كيجي من الجزائر ومن البترول ديالها كامل 9% كيجي من الجزائر. سينو كيجيبوا قطر يا الولايات المتحده الامريكيه باسكو سي اون سي سي اون سي اون ايكونومي دو ديفير دو ديفيرسيفيكاسيون، حيت الا كان عندك فورنيسور واحد وقطع عليك راه كيولي عندك مشاكل. بارك الله عليك خاي، شكرا جزيلا لك اخي، تحياتي. شكرا تحياتي سي رضوان. تحياتي حبيبي اختي فريا، مرحبا. السلام عليكم سيدي رضوان. نعم اختي هفك عاودي داك السؤال الله يستر عليك سيدي رضوان، عندنا جوج الاسئله ياك. بوتين شكون قصد في نظرك بالرجل اللي لعب مع المراه وغلبها ودا الميداليه الاولمبيه وهرسها من نيفها؟ هذا ما قاله لا. بوتين لا هو باش تعرف انت الشخصيه ديال عمي بوتين. بوتين ما تيجيش يهضر هكاك، عمي بوتين راه شاف الملف الصحي. عرفتي شكون هو الرئيس ديال الاتحاد العالمي ديال الملاكمه؟ هو الممثل السفير الدائم تا هو من هذاك بلاد عمي بوتين. يعني فاش يجي عمي بوتين ويقعد ويدير لك فوجك ها في الكاميرا ويقول لك احنا خايفين على الرياضه النسائيه راه تنحبطوهم حيت تندخلوا معاهم رجال، عرف راه مصادر موثوقه. هو ما قصدش، هو دخل وعطى حقائق، ولا راه عمي بوتين ما قصدش؟ لا ما تظلموش، هو بغى يتحقق. علاش الجزائر بشواكر بالنظام الشيكور اوكون رياكسيون، ما كاينش رده فعل؟ نفس الكلام قالوا سفير ديال روسيا في الامم المتحده، ونفس الكلام اليوم واكثر من هذا اليوم. بوتين كان واضح قال لهم راجل سائد، راه ما كان رئيس دوله. يعني الهيبة والمكانة والقيمة ديال الجزائر العظمى خوتنا بطبيعة الحال في مهب الريح، ولم يحرك ساكنا حتى صحفي حتى مواطن جزائري ما قدرش يقولك، مواطن بسيط ما قدرش يقولك اللهم إن هذا منكر. حنا ما نقبلوهاش من عند بوتين سيدي رضوان. مسالينش الحملة الانتخابية هو مركزو على المغرب لحقاش. عرفتي هاد الحملة الانتخابية ديال عمي تبون اشنا هو العنوان ديالها؟ اضرب في المغرب باش نجح يا عمي تبون. ما كاينش شي محتوى ديال الحملة الانتخابية. اما عمي بوتين راه ما تيهضرش من فراغ، راه الا ما كانوش عنده لي فاكت قدامو ما تيخرجش الكلمة. نقطة سليمة عرفنا عم ايوا ما تي بوتين هو واش حنا بنا نضحكوا مع الحماق الخاوي؟ حنا نقولوا عليه حماق، نقولوا عليه ما نعرفش. بطل، شوفي بطل كبير في الجودو، يعني راه رياضي. راه التوناليتي ديال الصوت ديالو كتعطيك شنو هي الشخصيه ديالو. يعني هو ما غاديش يخرج قدام الصحافه ويعطيك واحد الكلام فارغ. راه هذا الكافر، هذا عمي بوتين الكافر. وتحيه بوتين، تحية عمي بوتين. واخا ندوزو لتحية عمي تبون. عمي تبون ما مساليش، ما عندوش الوقت.
عمي تبون مشغول. اما هاد القضيه ديال الدايل راه كانوا تحت الدايل، دابا راه وصلوا الدايل. ديك الوقت كانوا تيخلصوا الافارقه باش يوقفوا معاهم، دابا راه ما باقي لقاو ما يخلصوا، دابا ما باقي لقاو ما يخلصوا. زائدا يعني انت ما تيبانلكش المشاريع اللي دار عمي تبون؟ لا كيبان لي الحمد لله. ام الله يحفظك. لا ديك الساعه فاش كان في ديك الساعه فاش كانوا في الدايل، علاه؟ كانت عندهم المزرعه، قال لهم عمي تبون مزرعه ديال الحليب ديال الغبره ديالي وهذاك الشيء، راه غير هذا بحد ذاته مشروع. سيدي رضوان خصك تشوف من المنظور ديال عمي تبون، راه ماشي بحال المنظور ديالنا، راه هو راه رئيس، راه رئيس القوى الضاربه، خصك تحاول تلقى المنظور اللي تشوف منه المسائل. أمسية طيبة، الله يحفظكم خوتي، السلام عليكم. تحياتي أختي، تحياتي واحتراماتي أختي فريا، شكرا جزيلا. دونك عندنا بوتين وفخامة الرئيس الجزائري تبون، هما جوج فخامات. سي أمين مرحبا خويا. مرحبا بك. مرحبا سي أمين. صافا؟ الحمد لله، تفضل. الحمد لله، لاباس عليك؟ الحمد لله. هذا وين دخلت وشنو هو الحوار؟ نزل خويا، نزل نزل، راك طلع وليتي من الاول. صبر اصاحبي، غير نزل، راه كاينين الاخوان لتحت قبل منك اصاحبي، ما يمكنش تقول لي صبر، راه غير طلعتي لي من الاولين، لان داك الشيء تخربق. كاين النوبه الديمقراطيه اخويا، الله يرضي عليك. السلام عليكم سي يحيى. السلام ورحمه الله. مرحبا سي يحيى، مرحبا خويا، مرحبا بك خويا. الله يسلمك بخير، لاباس؟ لاباس خويا، الله يحفظك خويا، مرحبا بك خويا، تفضل. الحمد لله. نجاوبك على الموضوع نتاعك. بوتين هو الاول بعدا، شكون قصد في نظرك؟ علاش خيرت بوتين هو الاول؟ حيت هو ديال البارح. هو الاول. نبداو بالبارح وعاد نجيو اليوم. شكرا فريا. شكون قصد في نظرك؟ انا تبالي الاخ رضوان، انا تهلا فيها في المغرب ديالك، ما تهلاش في الجزائر، خطيك بلادك، بلادنا خطيك. الله يحفظك. انا ما درتش على الجزائر دابا، كنهضر غير على بوتين، شكون قصد بالرياضي الدكار واللي لعب مع النساء ودا ميداليه ذهبيه في الملاكمه، من قصد بوتين؟ هذا هو السؤال. انا ما قلتش الجزائر، ما جبتش الجزائر، من قصد؟ شكرا. طاهري، انا يدير لي قصدات يزمك. زيد انت غترجع لمؤخرات افريقيا وسويفا كما قال الرئيس الجزائري، ما غيقدروش يجاوبوه. بوتين ولي نعمتهم، لا مشى بوتين، مشى السخوي، مشى الاس 400، مشى الاس 300، لا مشى بوتين، مشاو الغواصات ومشاو الفرقاطات. لا مشى بوتين، لي جينيرو ما غيبقاوش يديروا النص في لاكيس والنص في جيبهم، حيت لي جينيرو في الجزائر اش كيديروا؟ النص في لاكيس والنص في جيبو. دونك ما يمكنش نهضروا على بوتين، حيت كيبقى بوتين الرئيس ديال الدوله اللي قالت لنا لا وزن لا هيبه لا مواقف. ما يمكنش بوتين يهضر عليه شي واحد، ما يمكنش. ما يمكن كون قالها شي مروكي، كون قالها رضوان فروحي، كولاسه والقجعه والمخزنه وكذا واللعيبات، حيت قالها رضوان فروحي كون، ولكن حيت قالها بوتين تحيا بوتين. شحال صعيبه. بوتين بوتين، حنا راه كناكلوه في المغرب، واش في خباركم ولا لا؟ بوتين عندنا في المغرب غير كناكلوه. السلام عليكم مومو. مومو السلام. الله يفرجك. مرحبا خويا بو مومو، مرحبا خويا. تحياتي، نهار كبير هذا، أول مرة نطلعوا. مرحبا بك خويا، مرحبا بك. مدة 6 شهور هذه، ياك هاني بعدا. مرحبا. صحيح الله يبارك فيك. أنا من الجالية مقيم في إيطاليا. تحياتي خويا، تحياتي خويا. جاليا وتنشكرك بزاف اخويا فروحي. اما هو اخونا الرئيس المحترم، نبداو بعدا بوتين، نبداو بعدا بوتين. الاخوان في الجزائر، بوتين سي تان ميلانج، باش نشرح لكم، ميلانج بحال قلتي الطاكوس،
ماشي في الطاكوس، ماشي في الخبز ديال الطاكوس. ما عرفتش واش في الجزائر عندهم بوتين، لا بوتين ما يقدروش ياكلوه في الجزائر. لا ما يقدرش. بلا في المغرب كناكلوا بوتين. فين الفريت وفين الموتزاريلا واللعيبه وكذا، فهمتي؟ ولكن في الجزائر ما يقدروش يديروا بوتين ياكلوه، ياكلهم لا كلاوه ياكلهم. تفضل اخي مومو، مرحبا. دابا بوتين ما يقدرش يتجرؤوا يقولوا ليه، يقولوا شي كلمه من الصحافه من كل شيء. المسائل باينه، المسائل باينه بزاف ديال الحوايج. هما باقيين عندهم شي حاجه ديال حسابات قدام باقيين بينهم وبين روسيا. ما قدرش، هو غير بوتين غير تينبش، تينبش من رئيس الوزراء ديال لافروف وبوتين تينبش فيهم باش يجاوبوا بالاسلحه وشي تخربيق على وز اللهيبه. باقي شي حوايج تما عندهم غابرين بيناتهم جوج، ما يقدرش ما يتجرؤوش يقولوا شي حاجه. وكون قال ناتي صحفي عندنا اولا في التلفازه اولا في الاعلام ديالنا البسيط يقول كلمه واحده لا اله الا الله محمد رسول الله، يقول لك وجدوا الجيش نمشيو نيشان ارا نديروا هذه ارا نديروا هذه، فراس خالف الروح الجزائريه هذه غير كلمه بسيطه تنقولوها احنا المغاربه، تردوا لي من البال تندخل تيك توك بزاف، كلمه بسيطه تنقولوها نسمعوا بزاف الهضره بزاف بزاف بزاف. وانا جزائر انت ملالي الاخ ملالي ملالي، والاب ديالي كان في الجيش من 1900 كلاسمو 1962، وكان في القلته الزمور مقابل السمطه، في القلته كان مقابل السمطه واحتازوه في تين. لا قولها لهم بالجزائريه، السمطه بالجزائريه هي سبته، سبته قول لهم مقابل سبته، قابل سبته السمطه، السمطه بالجزائريه هي سبته، قول لهم كان مقابل سبته. ها هي سبته، ها سبته. المهم تعاودي الوالد ديالي عسكري كان مقابل السمطه تما ديال الفوسفار. سبته مقابل سبته، سبته 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 ايه سبته تما. بصح 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 اخوتي اسمح لي اخي مومورا، الاخوان المغاربه بصح بالجزائريه السمطه هي سبته، هي سبته، هي سبته، كان مقابل سبته. قول لي سبته، سبته مقابل سبته. وشدوه لي وشدوه احتازوه شي مده 10 سنين من 92 حتى 2002 عاد شناه، وتوفى في 2015. نعم الله يرحمه اخي، الله يرحمه ويوسع عليه. تحياتي خويا مومو، تحياتي خويا، الله يحفظك. نهار كبير هذا، وتحياتي وتحياتي لك بزاف، الله يحفظك ليا. شكرا. الله يحفظك، الله يحفظك خويا، الله يحفظك. دونك دائما اخواني الكرام، قلت من قصد بوتين الرئيس الروسي، الدب الروسي، من قصد بالدكار، ولكن تخيل وكيف سمير. سمير وعليكم السلام، خليك معايا اختي رشيده الله يحفظك. وكيف الله يحفظك، بلاتي نكمل غير الجمله. يلا كيفاش دار، كيفاش دار بوتين، من قصد بوتين بالذكر اللي فاز بالميداليه الاولمبيه ولعب مع النساء. الصوت كيتعاود عندك سمير. ما عرفتش انا مزيان، عندي كنسمعك مزيان. ابعد شويه على الصداع باش نسمعك، ابعد على التلفاز. لا نبعد على الصداع، نبعد على كل شيء، بوحدي في بيت بوحدي. تريبيان. وكيفاش دار فخامه الرئيس الجزائري حتى انتقل بالجزائر من مؤخره افريقيا الى الثالث افريقيا؟ تفضل خويا. قبيله هذيك السيده اللي هضرات معك قالت لك ان بوتين رئيس دوله، قبل ما يكون رئيس دوله هو رجل مخابرات، رجل ديال الكي جي بي، ما يقدرش يقول شي حاجه الا ما كانش مأكد 100%. هو بعدا فهمتي متمكن من الكي جي بي ديال. ثاني حاجه، ثاني حاجه المؤخره ديال 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 المؤخره ديال افريقيا، راه راه بصح، راه بصح، راه كنتقلوا من مؤخره ترتيب الثالث، الثالث يمكن باقي في المؤخره. وثاني حاجه، لا 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 لا, لا, لا فخامه الرئيس الجزائري قال لك انتقلنا من مؤخره افريقيا للثالث افريقيا. واش هو في ظرف اربع سنوات انتقل، ثلاث سنين ولا اربع سنين؟ هذا الشيء، هذا الموضوع اللي باغي نجبد لك. دابا الموضوع ديال العسكر، داروا فخامه الرئيس بونكم ان دروغ، فهمتي؟ ابار ليكستازي والمسائل اللي عندهم تما، ايلزون تروفي هاد 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 هاد, هاد لا دروغ هادي سبيسيال، وراه سي اون دروغ سيغار تلقى واحد السيد ولا تلقى هاد 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 لا موليكول هادي، سي اون موليكول نوفيل سكي سابيل طبون، طبون فخامه الرئيس الجزائري. وكنبغيو نقولوا للجزائريين، شوف حنا انا مواطن عادي سامبل من مدينه اكادير،
كنقولوا حنا راه احب انسان عندنا هو صاحب الجلاله، واعز انسان عندنا هو صاحب الجلاله، واعز اخ واب، وما كاين لا عياش لا والو. هذاك السيد راه كنموتوا عليه، راه كنموتوا. تحياتي السي سمير، تحياتي اخويا، شكرا جزيلا. مرحبا اخويا، مرحبا مرحبا ام، مرحبا خويا. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا، مرحبا خويا. اي باغي غير خليتيني انا سانزل. اسمح لي، اسمح لي السي ام، عاود طلب، عاود طلب، عاود طلب. اعتذر اخواني الكرام. دونك دائما اخواني الكرام كيف ما قلت لكم، من قصد بوتين كيفاش دارت ليه الدوله الجزائريه هو ري. السلام عليكم. وعليكم السلام. صافي راك هاي لاباس؟ الحمد لله سيدي، مرحبا خويا. شنو هو الموضوع؟ عاد طلعتي واقيلا ياك؟ واه عاد تمشي انت كل يوم عندك مواضيع على الجزائر. واه هبط هبط هبط، تفرج تصنت لتحت، راه الناس قبل منك. هبط هبط هبط، انت تفهم. ومرحبا بخويا. هادشي راه كيتخربق الخوت، انا ما عرفتش. السلام عليكم طاهري. السلام عليكم سيدي، مرحبا. كلشي مزيان اخويا رضوان؟ الله يحفظك اخاي، تحياتي اخويا. هذا نهار كبير اللي طلعت معاك. مرحبا مرحبا مرحبا. الله يرحم الوالدين، شكرا. وعندي تدخل اجابه على جوج الاسئله ديالك. مرحبا مرحبا. الاول هو ديال شنو ديكلارا بوتين. بوتين اييه، وراه داكشي اللي ديكلارا بوتين، راه ديكلارا قبل منه رؤساء، قبل منه حتى هما اكثر هيبه، الرئيس الامريكان. اييه لا نقولوا نقولوا امريكان ما كتبيع لهم حتى حاجه. اليوم بوتين صديق ديالهم عزيز، وعندهم معاملات رقم، معاملات كبير. ايوا بوتين، بوتين راه ما غاديش يخرج يدير تصريح بحال هكاك في الهواء. هذا راه ماشي عمي تبون، هذا عمي بوتين. دونك الا خرج يقول تصريح بحال هكا، راه عارف العواقب ديالو شنو هما. ما غيخرجش يقول تصريح هكاك. وكان بالنسبه ليا المساله محسومه، راه عارفين على من كنهضروا، والمسائل راه مضبوطه في هذا السوجي الاول. السوجي الثاني ديال من المؤخره، من المؤخره هي لافريقيا للثالثه افريقيا. ودابا واش من المؤخره افريقيا للثالثه عالميا، ولا من المؤخره افريقيا للثالثه افريقيا؟ حيت انا ما بقيتش عارفو كاش كيقول، كل مره كيخرج لنا شي تصنديله. الثالثة عالميا كانت قبل أيام، اليوم قال لك من مؤخرة إفريقيا إلى الثالث إفريقيا، يعني تبدلت المعادلة. ولكن ما يهم شيء، ما يهم شيء، ما يهم شيء. هو 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 هو, هو, هو الإجابة على هذا السؤال. هذه أنا بالنسبة لي سهلة وبسيطة، باش بلا ما ندخلوا في زعما في حيتيات، لأن المسائل راه مضبوطة وباينة. وما عندهم البترول الغاز راهم كيبيعوا، وديك الفليسات اللي كيدخلوها كيطلع لهم البي بي ديالهم، تيطلع لهم المسائل ديالهم. غدا ولا بعدا يوقع مشكل في البترول والغاز، غتبان لك لاشوت لالجيري هبطات، طاح كلشي، مسائل مضبوط. انا يعني اللي كيحمقني اللي ما فهمتوش هما الخارجات ديال الرقمنه ديالو، كيخرج الارقام. انا اللي ما بقيتش فاهمو كاع، نكذب عليك، انا واحد الوقيته كنت متبع، ما بقيتش فاهمو كاع دابا اش كيقول كاع. كل مره كيخرج لك رقم. انا اللي عجبني هو هادشي بالنسبه لي، راه غيسالي من هنا الانتخابات، راه غيسالي هادشي. هادشي اللي قلتي انت ديال ما بقيتش متبع، فكرني في بوريطا وزير الخارجيه المغربي، في واحد التصريح مع الصحافه الفرنسيه، كان قال لهم سولوه على الجزائر، قال لهم انا عقلت عليها، قال لهم ما بقيتش متبع. لا لا عقلت عليها، قال لهم ما بقيتش كنتبع هادشي. وانا نقول لك، انا نقول لك واحد الحاجه ثق فيها، قال لهم تيلمون سي تعقل عليها، قال لهم تيلمون واقيلا سي اكسيسيف، ولا ما عرفتش، قال لهم سي دوفونو اش قال لهم انسينيفيان. عرفتي علاش؟ حيت الواحد الواحد راه كيبغي يتبع، يسمع شنو واقع في المحيط. راه الجزائر راه فهمتي، راه الدوله القريبه لينا، دونك خصنا نعرفوا شنو واقع فيها، بحال اللي حتى هما غيبغيو يعرفوا شنو واقع فينا. يعني مهم نتبعوا شنو كيوقع عندهم، راه جيران. يعني الا كان يصدر اذا كان يجي شي سوء للبلاد ولا شي حاجه، راه يقد يجي من اقرب دوله اللي هي الجزائر، دونك من حقنا نتبعوا. ولكن واحد وقيتها كتوصل بانك تسمع اكبر مرتبه في البلاد اللي هي الرئيس، والسيد ديال رئيس الاركان ديالهم حتى هو بالنسبه لي راه مرتبه كبيره، وكيخرجوا بتصريحات اللي الارقام ما كاين غير لا كترضى.
تحياتي اخي الطاهري، تحياتي اخي، شكرا جزيلا. ارقام والله تتحماق. شكرا اخويا رمضان رضوان، السلام عليكم. شكرا اختي امينه الله يحفظك. السي انير مرحبا اخي، مرحبا الخوت اللي ما طلعش ما يتقلقش علينا، راه ماشي كنختار، راه ماشي كان، راه عندي كلكم بحال 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 المغربي بحال الجزائري، كلشي شد الطابور، كلشي بنمرتو تماخش. المغربي راك مولف الطابور، وخاي الجزائري انت ما الله اعلم، انا كنهضر مع المغربي لانه مولف الطابور، دونك المغربي يشد نمرتو، الجزائريين خوتي غصبروا عليا، سوما وامينه الله يحفظكم، خوتي في الجزائر صبروا عليا، انا ما عارفش، انا كنتعامل مع الطريقه اللي كنتعاملوا بها في المغرب. الطابور الطابور الطابور. تفضل سي انير مرحبا. السلام عليكم. مرحبا اخويا، مرحبا. اللي بغيت نقول اخويا رضوان، راه ديجا الوزير الخارجيه لافروف راه ديجا التقفهم وقال لهم فاش بغاو يدخلوا لك البريكس، قال لهم راه دوله لا وزن لا هيبه لا مواقف ديجا. فهمتي؟ لا وزن لا هيبه لا مواقف، راه سي نورمال غادي تسنى من رؤساء الدول اللي من رؤساء الدول يعطيوهم يصيفطوا لهم دي ميساج كيف بحال هكا. وهذه اللي بغيتي تشوف، هذا ميساج مصفر للدوله الجزائريه، دوزوا الرئيس بوتين، لان بوتين راه دماغ، راه الدب الروسي هذا، راه ماشي اي واحد، هذا راه ماشي انسان عادي، هذا ليس بانسان، هذا كلمه كل كلمه كتخرج من فمه ولو عندها وزن وعندها ميساج، ما كيخرجش اي حاجه من فمه عن عبات، فهمتيني؟ الو ديكو هاد الميساج اللي دار الرئيس بوتين للدوله لا وزن لا هيبه لا مواقف، بانهم دوله ما فيهاش ثقه، بانها دوله كتقدر تزور، تقدر دير شي، دير تعطيك وجه وتدور بوجه اخر، لان هذاك هذاك السيد اللي مشى لعب لي جوز اولمبيك، راه هذاك يمثل الدوله الجزائريه، راه هذاك هذاك ايماج للدوله الجزائريه، سافو ديك الدوله، دوله راه اخوان ديالنا الجزائريين هذوك، هذيك راه صوره الجزائر الشقيقه، فوالا صورة الجزائر الشقيقة، يعني بأن الجزائر دولة منافقة، دولة ما تقدرش فيها، دولة تقدر تعطيك وجه وتدور عليك. وثاني تحية السي أنير، اسمح لنا السي أمير ناخذوا السي حمزة، شكرا. غير كلمة واحدة أخيرة، أشهر وأنا كنسمع كلمة واحدة أخيرة، نبي نوصل لخوتنا الجزائريين بأنهم راه ذاك البترول ذاك الغاز كيبو فيه والو. بالله عليكم السلام، شد النوبة الطابور الصفاق ويا حمزة. تفضل سي أنير. لأن ذاك الغاز والبترول وديك المواني تاع وهران وداك الشيء راه ما كتسال فيها الدولة الجزائرية والو، حيت الدولة الجزائرية كتقول دابا الإمارات أجي صيبي لي ما سميتو صافي فهمتها البور ديال وهران وخذيه خذ 100 عام. اجي بركة باي باي. بركة باي 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 باي. حمزة سي حمزة سي حمزة مرحبا اخويا حمزة. حمزة وي اهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي، كي داير اخويا لاباس؟ يا اخويا رضوان انت انسان الله يبارك وما شاء الله ومتربي ومثقف. اسمع يا اخويا العزيز، اسمع نصيحه اخويا، اسمعنا التحيه، انا جزائري، التحيه للشعب المغربي، نحبكم. شوف يا اخويا العزيز، يا ولد الحلال، يا ولد الناس، اسمع طلعتك. اسمع انا والله العظيم انا عايش في اليونان وعايش مع المغاربه ونحبكم ونعزكم. شوف خويا العزيز، اسمع خويا، اسمع لخوك باش انتك عزيز وغاي. انا والله ما نحب نقيس واحد بكلمه في الدنيا هذه يا خويا العزيز، او كل واحد وتربيته وكل واحد وشخصيته. اسمع خويا العزيز، الله يسهل، احنا الملك السادس تاعكم، الله يفرجك الملك اخويا حبيبي حمزه، راه الموضوع ديالي ماشي هو الملك، انت الموضوع تاعك تبون وتبوتين. نبداو بوتين وعاد ندوزو للتبون. دابا بوتين قال بانه صافو يا رضوان، صلي على محمد، نهضر لك هضره تاع رجال يا اخي، تاع راجل نهضر هضره تاع رجال. شوف خويا اسمع، حيت دابا شوف دابا انت عارف الموضوع وطلعتي وجبتي لي الملك، انا الرئيس الجزائري كنحترمه، وبوتين كنحترمه، وماكرون كنحترمه، ورؤساء الدول ديال العالم كاملين كنحترمهم كاملين. شوف خويا مروان، اسمع شوف خويا العزيز، شوف العزيز بوتين وغالي. اسمع بوتين حبيبي حمزه، بوتين شكون قصد في نظرك؟
انا يا خويا العزيز تنحات حب الصراحه ولا الكذاب؟ انا كي سمعتك تهضر عيط للجزائر، قلت لهم واش كاين؟ قال لك ما حنا حنا الجزائر، حنا ولاد بلادي ما على بالهمش. ما بالهمش انا عارفهم. بصح خويا حنا اسمع بصح فهمك حاجه، بوتين بوتين حبيبي والجزائر واحد، باش ديرها في بالك مليح مروان ما تغلطش. انا عارف، انا عارف انه الجزائر. شوف انا هادشي اللي قلتي متفق معك، انا عارف شيكو كان قالها مغربي حبيبي. شوف حبيبي كون قالها مغربي، الشعب المغربي اصلا على محمد والله دقيقة نفهمك. الشعب المغربي، الشعب المغربي. شوف شوف خويا العزيز، حنا خوت حمزة حنا هادشي ما نتذكروش عليه، فهمني هادشي ما نتذكروش عليه، حنا خوت. انا قلت لك كون هاد الجملة قالها مغربي كل الجزائر كلها كانت في خبرها. عندك الحق. اسمع دابا حيت قالها بوتين الجزائر كامله حتى واحد ما في خبرها، عادي جدا. شوف خويا العزيز اسمع اسمع، شوف شوف نفهمك حاجه، حنا الشعب 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 كي جزائري خويا العزيز انا نقولها لك ونعاودها لك، حنا مستحيل واحد عنده مشكل مع الشعب الشعبي مع الشعبي، ما كاش مشاكل بيناتنا. ما عندناش مشكل معكم يا حمزه. دابا انا ولا انا مغربي ولا عندي مشكل مع بوتين؟ انا اللي مغربي ولا دابا عندي مشكل مع بوتين؟ علاش؟ بغيت نفهم بوتين شكون قصد بديك الملاكم الراجل اللي دامي. راه كاين تصريح ما خصنا شي واحد يشرح. خويا ماشي راجل هذا، شكون هادي؟ نتوما علاش رجعت؟ بصح اخويا رضوان صلى على محمد، نتوما علاش رجعتوه باللي علاش رجعتوها باللي على ذكر هذاك؟ كون على من كدوي، انا باقي ما عرفتش على من كدوي، حيت بوتين ما جبدش السميه. بوتين قال لهم ام الله يحفظك سيمو، قال لهم راجل لعب مع العيالات وربح واحد السيده هرس ليها نيفها دا الميداليه في الالعاب الاولمبيه. يا خويا مروان صلي على يا العزيز الغالي، يا العزيز صلي على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد خويا. شوف خويا العزيز، شوف شوف نقول لك زوج كلمات خويا. اسمع اسمع، الهضره هذه كلها زايده ناقصه ان شاء الله. اسمع واش ما كتقدوش دعوا على بوتين؟ شكون بوتين ما كتقدوش دعوا عليه؟ لا لا محمد مرو اسمع شوف قول لي بصراحه بصراحه، واش بالنسبه لك انت كجزائري بحال بوتين بحال تبوني ياك؟ اوني بيان داكور باش نفوتوا هذا الموضوع. لا 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 بابا بسمع، كيفاش انا نجيب رئيس رئيس دوله واحده اخرى؟ ودابا رئيس دوله اخرى قال لك بانه واحد الملاكم دا ميداليه في الالعاب الاولمبيه. انا ما قلت لك شنو قال السفير ديالو في الامم المتحده، حيت السفير قال السميه وترامب قال السميه. لا ترامب ما قالش حتى هو السميه، ولكن بوتين قال. انا بغيت غير نفهم، سولتك انت في نظرك، غير في نظرك خويا حمزه، بوتين من كان يقصد؟ هذا غير سؤال، شكون كان كيقصد؟ انا خويا العزيز ما اسمع، انا كان ما سمعتكش انت تهضر، انا ما على باليش كاع بهذا بوتين ولا كذا. انا كي سمعت اسمع اسمع خويا العزيز اسمع، انا انسان اسمع اسمع، انا خويا انسان صريح، انا والله العظيم انا كي سمعتك تهضر وكذا قلت والله العظيم انا من شحال وانا بعت لك باش نهضر معك خويا العزيز. اسمع كاين عباد اسمع الرؤساء هادو اسمع اسمع، شوف كل واحد كيفاش يحب صلاحه ويحب مصلحه بلاده ويحب ديجا ما يحب حتى واحد، كل واحد كيفاش يحب كيفاش ياكل، فهمت كيفاش؟ دعي معايا حمزه، غندعي معاك بدعوه وحده، دعي معايا قول امين. انا امين خويا. يا ربي كون عطاني غير الهيبه ديال بوتين اليوم، يا ربي غير الهيبه اللي عند بوتين اليوم في هذه الليله كونها بغيتها يا ربي غير شي يومين ولا ثلاث ايام. صافي تفضل صاحبي بنتو عندكم. اسمع صاحبي اسمع خويا العزيز، عافاك انا نحتارمك شلون فهمت زوج كلمات، انا نحتارمك اسمع، انا نحتارم المغاربه نحتارمهم، انا الشعب المغربي نحتارمه حبيبي، انا ما نحبش نقيس الهضره، نقول لك علاش ما نقيسهمش، خاطر عندي بزاف صحابي وخاوتي مغاربه، فاهم كيفاش؟ خوت حنا خوت، شوف حنا خوت اخي حنا خوت. شوف نفهمك حاجه اخويا، حنا كل واحد واسمع كل واحد وبلاقته معلقه في ظهره، لا مغربي ولا جزائري ولا روسي ولا امريكاني ولا اسرائيلي، الراجل يعرف نفسه وكل واحد يعرف شخصيته وكل واحد يعرف اموره، صح ولا لا؟ لا اتفق معك خويا. اسمع الراجل اللي ما يكون طويل القايمه، هذا طويل القايمه، تفضل اخي حمزه هاد شتو. مرحبا حمزه حبيبي حبيبي، الراجل يكون راجل لو كان اسمع اسمع
حنا ما نحبوش عليكم، والله يرزقكم، حنا نحبوا المغاربه، والله يفتح عليكم، والله يخلي لكم رئيسكم انتوما. حنا اسمع انا جامي نطلع انا، حنا جامي انا سيرتو انا جامي نسب واحد مغربي ولا واسمو فهم خويا. نتفق معك خويا، حنا خوت اخويا، وتحياتي وتبارك الله عليك، وحنا خاوه خاوه. وينك عايش رضوان خويا؟ تعيش انت وينك عايش؟ انا خويا شكرا طرطاطا، انا كنعيش اخويا ما بين هنا ولهي. راك عايش في المغرب؟ الهي هو هنا على حساب، على حساب كل مره. وفين مره تلقاني في فرنسا، مره هنا، مره كل في اسبانيا، مره فهمتي خوك اس دي اف سون دوميسيل فيكس. معليش خويا الله يفرج عليك وما دير حتى حاجه في بالك خويا. الله يوفقك، الله يوفقك خويا، الله يوفقك. تحياتي خويا، حنا خاوه خاوه ماشي مشكل. تحياتي خويا، ها ام الله يحفظك. تحياتي شكرا خويا، الله يحفظك، الله يحفظك خويا. دونك قلت اخواني الكرام، بوتين البارح قال لنا بانه راجل بالالعاب الاولمبيه، بوتين رئيس روسيا قال بانه راجل كيطلع يسلخ في العيالات في الحلبة، رئيس روسيا. دابا بوتين في نظركم شكون قصد في الملاكمه؟ وتبون اليوم قال للجزائريين وللعالم، الجزائر انتقلت من مؤخره افريقيا الى الثالث افريقيا. جو دي بيان. تبون قال شكرا طرطاطا، شكرا كائن، شكرا طرطاطا، انتقلت طرطاطا، شكرا شكرا بزاف، الله يحفظك خويا رشيد. مرحبا خويا. السلام عليكم المحلل. وعليكم السلام. المحلل السياسي الدولي رضوان فروحي، مرحبا سيدي، مرحبا، تفضل. واش راك بوتين؟ الله يبارك فيك سي رشيد. بوتين انت ما جبتش الخبر مليح، هو كان يقصد ايمان خليفي، وراه المشكل ما فهمتش انايا. لا هو ما قالهاش، هو ما قالش لا ايمان. لا قالها ما شفتهاش انت، انا هذا وين شفت الفيديو تاعه، وقالها قال لهم وكان كاين بوكسور في الطليان، قال لهم انا مرا باش نروح ندير حلبة بوكس مع هذيك اللي ضربت الطليانيه. وراه المشكل، انا ما فهمتكش انت واش راك، وراه المشكل هنا. عادي دابا نتوما بالنسبه لكم كدوله جزائريه بالنسبه لكم هذا الشيء عادي زعما؟ الاخ الكريم حنا نعرفوا بنت بلدنا باللي مرا هذيك الحمله عرفناها مرا حبيبي. شوف ما كنناقشوش رشيد خويا، حنا لا نناقش. لا لا اسمح لي الاخ الكريم، انت مازال عندك شك، انت خويا الدعايه. لا حبيبي انا كنقول لك شنو بوتين قال. انت كيس كو تو ا كومبري دي بارول دو بوتين؟ مي سبيك ان انجلش، اي دونت اندرستاند فرنش. اف يو كان اي دونت سبيك انجلش فهمتي انا والو تعرف تهضر لي بالفرنساويه مالا؟ لا ما كنفهمش شكرا طرطاطا انايا. اوكي انت شغل طالع بالدارجه، الدارجه انا نحكي بالدارجه، انا نحكي بالمغربيه. انت طالع هنايا شغل زعما باش تكونفيرمي للناس باللي ايمان خليف راهي راجل. واش انا قلت؟ انت بوتين اللي قال، بوتين ماشي انا، ماشي انا. اسمع بوتين، اسمع اوكي بوتين خير من ايلون ماسك. طرطاطا انا ما يهمنيش ايلون ماسك، اغلى رجل في العالم ودار بروباغندا عليا. انت رشيد، انت اليوم بوتين قال، شنو هي رده الفعل الدوله الجزائريه؟ ما كان حتى رده فعل، هذه ملاكي مش منوش. الاخ الكريم ايلون ماسك عنده ما بيش 200 مليون في البلاتفورم تاعو، ودار هذه الحمله عليها، هي واش راح تخسر بالميداليه راهي عندها؟ شكرا طرطاطا، ميرسي بوكو. دونك بالنسبه لكم انتم عادي خويا ياك؟ الاخ الكريم هو كيهضر، واش راح يدير لها مثلا؟ واش راح ينقص منها؟ راهي تاع الناس واش عادي بالنسبه لكم كجزائريين؟ هي راهي دايره قضيه ضد هذوك الزوج اللي داروا اللي بداوها، فهمتني؟ راهي دايره. دابا حنا خلينا من اللي بداوها، دابا راه خصها دير قضيه ضد بوتين، بالنسبه لكم انتم واش عادي في الجزائر؟ باينه ماشي عادي. واش حبيتنا نديرو زعما؟ نبداو حرب جيوسياسيه ولا شنو؟ شكرا مبارك. وعلاش اخويا ما تكونش عادي مثلا مع رضوان فروحي الا قالها؟ قولها، شكون انت ديجا قلتها؟ شحال خطره انت ديجا؟ لا 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 اسمح لي، انا قلت شنو قال دورك. انا كقلت شنو قال الاتحاد الدولي للملاكمه، وانا كنقول اليوم شنو قال بوتين. تما تما تنفيه، تما لا تنفي ما قاله الاتحاد الدولي على بالك. انا لا انفي ما قاله بوتين ولا انفي ما قاله الاتحاد الدولي. ميرسي طرطاطا، خلينا انت راك كوميرس يا صاحبي، اللي يبعث لك تبوسو. وانا نبوس انا شوف انا تزاديت في بلاد. تجاره يا صاحبي. انا تزاديت في بلاد اخويا، شوف أوكي. كتفرق الحب، كتبوس ما غنخسر والو، ما كنزرعش العداوه، كنزرع الحب. لا كنزرع في العداوه، اسمح لي.
وانا كنقول لك دابا بوتين انا اقف لصفيك انت وانت كتقول لي لا انا نبوس بوتين، انا كنقول لك انا اليوم ضد بوتين. داك تبوس الناس اللي ندوز لي كادو هنايا راك داير كوميرس. ايوا نديرو ومن بعد انا درت كوميرس انت كتعطي شي حاجه. اوكي انا ما مدلكش، انا انت ماكش خويا ديريكت. صافي وانا اختي ايمان خليف تحياتي نزل نبوز اخويا، انا بغيت نفرق البوس. انت مالك اصاحبي؟ انا بعدا اموان كنفرق البوس، كنفرق الحب والحنان، ما كنفرقش العداوه بحال الدوله الجزائريه والحقد والبغضاء والمنكر. انا لا افرق النظام الجزائري الحسد والحقد والكراهيه، ما كنفرقش هادشي. انا كنفرق حاجه زوينه، كنبوس بوس خوتي كاملين اللي عطا واللي ما عطا. ميرسي بوكو طراطاطا، ميرسي بوكو كائن، مزك ليا مع راساتك. شنو المشكله؟ شكرا خويا المعقول، شكرا اختي فاطمه، شكرا اللي عطا واللي ما عطاش خوتي، شكرا جزيلا اللي كيكبس اللي كيجمجم. دابا كبسوا باللغه العربيه هي كليكي سور جيم، جمجمو بالدارجه. ودابا هادي زوينة، حتى البوس غادي نتحاسبو عليه. فري اخوت اخوان شكرا. دونك نبقاو في بوتين وفي تبون، ولا شخص واحد فيهم جاوبني على بوتين وتبون، ولا واحد. ما يقدوش بوتين، عنده الهيبه. حاسيبه اختي مرحبا، شكرا. خير دوان. وعليكم السلام اختي، مرحبا. الله يبارك فيك اختي، مرحبا بك. الحمد لله. بالنسبه موضوع على خويا ايمن ياك؟ لا شنو قال بوتين؟ انا ما عرفتوش شكون قصد. ورا مفهومه خير دوان، راه وجهه راه بحال بعض قادر باش نهضروا فيها. انا كنهضر شوف الشعبويه. السيد راه راجل هذاك ماشي امراه. هذاك السيد راجل غير الركابي ديالو بحال بعض قادر. علاش الجزائريين ما قدوش يقول لك راه قصد ايمن خليف؟ ما يقدروش. رشيدة ميرسي اختي. علاش واش خلعهم بوتين؟ خلعهم طبعا. في كليتي وشربتي في خلاو ضربوك، هما كيعطيو غير الله يحفظك. بلاتي هذه في خاطر داك اللي قال لك كيفرقوا. ها طراطاطا قول لها، قول لها شاوة. والاخوان تيفرقوا انا نقول لهم لا. يلا طراطاطا عطي رضوان. وبنادم حاسدك. واش انا كنقول لشي واحد عطيني ميرسي بوكو اختي فاطمه، ميرسي بوكو لاين، واش كنقول لكم انا نعطيو شي حاجه؟ ابدا برو. ميرسي بوكو خوتي المغاربه تيعطيو، ميرسي بوكو، شكرا جزيلا لهم. عملك يعطوني الورود كنعطيهم عاود خويا رضوان ملي كيكون عندي. عادي جدا. ميرسي طراطاطا الله يحفظك. قلت لك اخي تفضل اختي حسيبه، تفضل اختي. كلشي واضح وباين هذيك الغنيه ديال عبد الهادي بالخياط. وضوح الشمس نهار جميل واضح وباين. الا قربتي لعنقو، الا قربتي لعنقو راه اللحيه نبتالو في الكرجوطه ديال الراه. راه معروف الراجل باش معروف. ما خصنيش نزيد نغمق عمرك. واخا بلاتي خويا شوف انا ما غنحشمش منك. عمرك شتي شي مرا بلا صدر؟ ما سمعتكش اختي. عمرك شتي شي مرا بلا صدر؟ بون لا ماشي بون. باينه الركابي ديالو ضبع بقادر الراجل. لا شوف حسيمه باش نفهم دابا كنهضروا على الشكل. الشكل هي كرياضيه، انا كنقولش بانه ذكر ولا انثى. ميرسي طراطاطا شكرا بزاف اختي الله يحفظك، شكرا بزاف. شكلا الفو كومبروندغ كو هي رياضيه، سي نورمال غتريني، سي نورمال يكون الكتاف، سي نورمال يكون لي موسكل. شكلا سي نورمال. يعني البيلان هرمونال ديالها انا ما شفتوش، يعني داك الشيء ديال الهرمونات شافوا الاتحاد الدولي ووقفها الاتحاد الدولي نهائيا عن الملاكمه من الاتحاد الدولي. ميرسي طراطاطا، ميرسي انفينيمون، ميرسي كائن الله يحفظك، سيمو الله يحفظك. دونك انا هادشي اللي كنقول. خير دوان شفت العيالات تاعيت من صغرهم هما كيتريضوا، عمري ما شفت ديك الشكل هذاك باش نجيك نيشان. ما غاديش مش بالغربه الباين خويا ايمن. ما عليناش دابا، ما يهمناش دابا، شوفي ما يهمناش. دونك دابا نرجعوا للتبون. تبون قال لهم اليوم كنا في المؤخره ديال الترتيب، مؤخره افريقيا، وطلعنا للثالثين. كي داروا ليها في نظرك؟ هو دائما في مؤخره. هو اللي قال هو دائما هما في مؤخره في كان.
قال لهم تكلاسينا الثالثين ولينا الثالثين. ولاو الثالثين دابا؟ ولاو الثالثين. يقدر يكون. انا اي حاجه كننتظرها من عند عمي تبون. تحياتي اختي. لا لا اي حاجه شوف الا شي حاجه قول امين. امين تحياتي اختي حسيبه ميرسي بوكو. شكرا بزاف. عفتك. دوك زعما والله الا هاد الاخوان في الجزائر كاس سي دي كاس سوسيو حالات اجتماعيه بون ماشي كلشي بطبيعه الحال البعض منهم ولكن الله يكون معاهم. السلام عليكم. الاخ القدافي قدافي حيون ما كاينش دونك اسويفون. الله احنا دائما معكم اخواني الكرام. نمشيو نشوفوا بعدا من نهبطوا للمؤخره نشوفوا الاول والثاني والثالث. داكشي راه كيتقلب الاخوان دونك كيكون الاول كيقدر يرجع في المؤخره الا خرج ديال الترتيب وعاود يرجع. سي ام الجيريان السلام عليكم. كيكون الاول كيقدر يرجع في ام الجيريان ام الجيريان بون ام الجيريان هبط جبتو من المؤخره لكن غنشوف الاخوان الاخرين اللي لتحت. السلام عليكم. مرحبا بك سيدي الله يحفظك خويا. مرحبا انا غادي جاني غادي جاني الجزائر. مرحبا خويا انت خونا انت خونا خويا انت خونا. انا مانيش خوك والله الا حداده ما تنطحن حداده ما نحطوهاش. علاش اخويا بوتين خونا خونا بوتين صح. علاش الله يسهل الله يسهل تخليش نعايرك على كلاهي بالجزائر على كلاهي بها مضرة شوية شميعة. اسمح لي اسمح لي اسمح لي. علاش عم تهضر على الجزائر؟ علاش ما بغيتوش تحلوا الحدود علاش؟ ما تنتحاش شنو نديروا بكم كتلتونا غير بالزطلة. الله يحفظك الله يحفظك. شنو الفايدة من عندكم غير الزطلة؟ راه الله يحفظك الله يحفظك خويا حلوها حلوها الله يرحم الوالدين. الزطلة بغيت تقتلونا بالزطلة والله ما تنتحل. أنا موجود الجوع صح. دج تموتوا الجوع تموتوا اركتكم غير الجوع شي خاصكم الدج. قال عم تطلب قول لي اخي الدج الله يحفظك. قول لي في نظرك بوتين ميرسي تراتاتا الله يحفظك. في نظرك بوتين اخي الدج شكون قصد شكون قصد بالراجل؟ انت راك لاهي بهذا الامر تا تعرف. لا انا طرحت سؤال انا اخي الدج انا ما عرفتش. انا والله ما سمعت صاحبي ترك تهضر فيها نسمع من عندك. واخا سيدي ماشي مشكله خاي الدج نفوتو بوتين اليوم فخامه الرئيس الجزائري واحد الرئيس حنا كيعجبنا وعزيز علينا وكنحترموه. كل واحد يحترم رأيه. هو دابا اسمح لي اخي الدج وانا كنهضر معاك اخي الدج الله يرضي عليك. قلت اليوم الرئيس الجزائري قال لك بانه الجزائر الحمد لله لان الاسبوع اللي فات كان قال بانه الجزائر الثالثه في العالم. اليوم قال لك لا الجزائر خاي الدج انتقلت من مؤخرة افريقيا للثالثة في افريقيا. كي دار لها خي الدج؟ انا نخدم دي جي هو رئيس البلاد هو سقسي هو صح اخويا انا مانيش لاهي به. اش كتخدم انت؟ دي جي دي جي. شنو هاد دي جي؟ شنو هي اش كتعني؟ الخونت تعمر. اشنا هو دي جي شنا هي الكونت الكونت تعمر كاين الفلوس كاين الفلوس. شنا هي دي جي واش عارفها ولا ما عارفهاش؟ دي جي يخدم العرس وعمي قال لكم بلي الكونت تعمر. دابا انت خدام دي جي وما عارفش ديسك جوكي اش كيعني؟ كاريت هادي اصاحبي اشنا هو؟ كيما راك تقول انت وانا دابا قلت لي جي 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 ما عرفتش انا جد 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 انا كنعرف ديسك جوكي
ديك جوكي قديمه دي جي دي جي الدجره جديد منها الدج هادي تاعكم هادي ديك جوكي قديمه هادي تاع التسعينات صاحبي هاكاك هادي تاع ديك جوكي تاع التسعينات انت كتطلق الموسيقى قول لي كتطلق الموسيقى شتي يا حبيب الرابا الرابا من ديك الغابه اش كدير الواي واي ولا اش كدير اخي لا حنا الرابا الرابا من ديك الغابه شنو هذا الشعبي ديالكم؟ لا الراي 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 اللي بغيتو تدوه لنا لا لا ديالكم اخويا الراي ما ديالنا شيء الراي ديال رايكم والشوار شواركم اخويا الله يسهل صاحبي اختك من الجزائر الله يحفظك حبيبي تحياتي اخويا الله يحفظك حبيبي هضر على دمشقار ولا كوت ديفوار اختك من الجزائر صافي اخويا غنحضرك لكوت ديفوار صافي صاحبي احنا عمه محمد نساونا شويه احنا ننسيكم بلاتي شوف انا نقول لك وانا امتي انا امتي شاول الحداده ما تنتحرش خويا راه جوتنا وحنا بغينا نجيو نصوتوا الواي واي وبغينا نصوتوا عندي معاكم شايل الفايده صاحبي هضر لي تاع راجل شايل الفايده كيخزرتونا كاع انا خوك غادي نجي للجزائر طرطط ها انت اسمع انت هي دارت لك احنا ما نفلحوش نطلعوا وانت هي دارت لك وديج دارت لنا هي دارت لنا الضو هي دارت لنا التريسيتي الضو سمعت صاحبي شنو الفايده من عندنا ما عندكم حتى فايده معنا واش كتخدم كتخدم بالضو ولا بلاش الضو هاي طرطط دارت لنا الضو الضو التريسيتي واه تحياتي خويا دي جي سنيك تهلا خويا الله يحفظك تحياتي انسان محترم هذا احسن دج كاين في الجزائر هو خويا بودا ولا ما قريتش سميتو كاع الله يتات زعما دوماج تبو نسد الحدود دوماج تخيلوا كنا هاد العطله كنا المغاربه كاملين غنمشيو ندوزو العطله في الجزائر غنمشيو غنطلبوا فريتور يعطينا واحد السيد في الصباح كنت كنهضر معاه راه وقيلا كيتفرج مشى بالمناسبه الاخوان فكرتوني انا قيدت لادريسه فين بلاتي ما تقطعوش انا غنقول لكم مشى ياكل فريتور في الجزائر العاصمه المهم كان في واحد لوطيل الوغ فوهران قال لي كنت في اوتيل لو بريزيدون كان في اوتيل لو بريزيدون وفي الجزائر العاصمه كان في واحد لوطيل حدا الاذاعه بلاتي نقول لكم سميت انا جيت واحد الاخ كنت معاه قبيله كان في نهار تعيين تبون مشى المهم ما عليناش كان في اوتيل دار الضياف ديال الجزائر العاصمه وقال لي المهم ما عليناش استقبلونا في المطار وكذا واللعيبات وداونا لواحد بعدونا بشي 45 كيلومتر قال لي حلوا لنا البارير دخلونا لواحد الدار المهم تلاقاو مع شي واحد سميتو اسكندر ما اسكندر تحياتي لاسكندر اللي كيعطي لي زوتوريزاسيون ديال اللعيبات والمسائل والمهم ما عليناش قال لي مشينا لذاك اوتيل دار الضياف قال لي تشهينا قال لي بعدا في الفطور كيعطوك فروماجا قال لي تابعاني السيده ديك السيده جايبه لي فروماجا حيت انا استشرت معاه واش نقدر نقول هذه المعلومه قال لي بالعكس انا عطيتك باش تقول عطاوه فروماجا في الفطور قال لي بقى تابعه قال لي نهار دخلت لذاك اوتيل دار الضياف جلست فيه مده طرطط شكرا يوزر شكرا قال لي مده لا بوبيل ما تحركاتش مده اوتيل دار الضياف ديال الجزائر العاصمه قال لي كاين حدا الاذاعه قال لي كتمشي نيشان وكتلقى لا كورنيش ميرسي بوكو طرطط تخيلوا معايا السيد بغى ياكل فريتور قال لي المهم ما عليناش حسنا الشيفور عطيه لنا اسكندر عطيهم اسكندر مول الطولكي وولكي هما موصين عليهم قال لك اسيدي فهمتي البلاد كامله عارفين الجزائر العاصمه كلها عارفه هاد خونا وشي اخوان اخرين جايين ما عليناش قال لي تشهينا ناكلو فريتور قال لي داونا لواحد الريستورون ناكلو فريتور هادشي شوف انا اللي كنقول والتقليد عليه هو حيت هو عاود ليا قال لي بدانا داك الشيفور شكرا طرطط ها انت دابا هادي الكاسك ديال دي جي قال لي دانا ناكلو فريتور قال لي حطوا لنا واحد الطبسيل عامر بالخص فيه ثلاثه د الميرلات تخيلوا دابا الجزائر العاصمه
فريتور اخوتي فريتور ديال، قال لهم انا قلت لكم بغيت الفريتور، حنا كناكلوا الفريتور والله العظيم على رقبتي. قال لي حطوا لي ثلاثه ديال المارلات، قال لي غبروا عليا ساعتين واش مشاو صيدوا دوك المارله ولا الله اعلم، ساعتين قال لي باش يجيبوا لي ثلاثه ديال المارلات. انا طالب قال لي 150 درهم، تخيلوا دابا فريتور في الجزائر ب 100. شكرا طرطاط الله يحفظك. ها انت شو ثلاثه المارلات 150 درهم، طبسيل ديال الشلاط ديال الخص، قال لي محطوط الخص وثلاثه. قال لي ما دوزت واحد، قال لي تغفر ليه الله الذنوب، غفر له الله الذنوب. ولكن قام بالمهمه مرحبا به، وجا وقام بالمهمه باحسن ما يرام. المهم ما عليناش، تحياتي للناس اوتيل اوتيل اوتيلاش باش نقيدوا، صبروا تحياتي للناس ديال اوتيل دار الضياف اللي حدا الاذاعه ديال الجزائر العاصمه، وتحياتي ونقيو داك لوطيل شويه، نقيوه قال لي سان كاتر ايطوال، نقيو شويه داك لوطيل اصاحبي، نقيو لوطيل شويه. اوتيل دار الضياف السيد جلس عندكم سبع ايام بوبيل، قال لي نهار دخلت معركة تعرف خصو يدخل يشوف، قال لي شفت ديك لابوبيل ما تحركاتش، ودوك الناس اللي تما هذا جاسوس جاسوس، والناس اللي تما ما تبقاوش تعطيو فروماجه في الفطور. اوتيل دار الضياف ما تبقاوش تعطيو خاوتي فروماجه. الا بغيتو تقدموا بالبلاد، حيت دابا نتوما مشكلتكم في الجزائر شنو؟ خصكم غير تعرفوا القيمه ديال راسكم باش تعرفوا تبيعوا راسكم. الجزائر المشكل ديال هاد المسيرين، وتحياتي للسكندر، تحياتي للسكندر مول طولكي وولكي الكبير الشاف ديال الشيفان وسط الغابه البارير، تحياتي لسكندر الشاف ديال الشيفان مول الغابه بعيد ب 45 كيلومتر. اخبار في راسكم، راه غير يعرف راسو، وصلوا له الرساله بالمناسبه. الكسندر انا نغيزكم، انا راه نقول لكم، انا راه تحياتي، انا راه نجيب لكم تماما هنا بركه. رجعوا لبوتين وتبون، وغدا نقول لكم حاجه اخرى. المهم اسكندر راه كيبيعكم، اسكندر كيبيعكم، اسكندر جاسوس، اسكندر جاسوس يا خاوتي، اسكندر جاسوس. انا كنقولها لكم من هنا، جاسوس خدام مع المخزن. دبرتي فيها اسكندر اخويا، هو الشاف ديال كلشي. وصلوا هادي لسكندر، سكندر سكندر. دبرتي فيها يا اسكندر. المهم ما عليناش، رجعوا لبوتين وتبون. مشى كاين اسكندر واحد، راه ما كاينش جوج. ماشي حشومه تبيع بلادك اسكندر وتبون. يالله يالله واخد الرئاسيات، يالله حتى تبون الرئاسيات وتبيع البلاد، ماشي حشومه. الجنرال هادشي كنقول لكم شي 4 دابا شي 4 سنين، جنرال المهم ما عليناش. دوماج، قلت له انا اخي بغيت نمشي للجزائر ولكن دوماج، حيت باش تفهموا ديك الساعه كان باقي السفير، باقي هنا السفير في المغرب، فهمتي، انسان محترم بكل صراحه. داك السفير اللي كان على حسب معود لي السيد، داك السفير اللي كان هذه واحد الربع سنين كان يلاه جا من شي بلاد اخرى ما عرفتش فين، ولكن انسان صراحه اللي كان جا ربع سنين، قال لي زعما الطريقه كيفاش تقبل الناس وداك الشيء، وكون انسان محترم السفير اللي كان هنا ديال الجزائر، زعما الصراحه نقولها، السفير اللي كان ربع سنين هذه هنا في المغرب كان انسان محترم، شهاده لله انا وصلتها، وشهاده اخرى اسكندر جاسوس خدام مع المخزن باعكم،
شكون المخزن الله اعلم. انا قالوا لي الله اعلم الله اعلم الله اعلم. ساكنش هنا انا ساكنش الله اعلم. السلام عليكم. تحياتي. وعليكم السلام ورحمه الله خويا. الله يبارك الله عليك. الله يحفظك اخويا. الله يرحبك في الجنه خويا. صافا لاباس؟ مرحبا اخويا مرحبا. الحمد لله الحمد لله اخويا. واش غادي يقول لك هذاك السؤال تاع بوتين اخويا؟ الصراحه انا عاد سمعته من عندك، ما غادني غادني الحال والله. اش يقول هذا التعليق هذا صراحه؟ هي بنت دارت مقابلة ديالها ربحت ميدالية صافي مشات تروح. السلام عليكم. بصح الجزائريين ما عرفتش علاش ما جاوبوش هكا. واش حرام؟ ماشي عيب. هي بطالة درك بطالة في الملاكمة الحمد لله صاي. واخا سيدي بوتين وتبون فخامة الرئيس الجزائري وا تراك عارف تبون درك دابا مع الانتخابات هو راه كيقول داكشي باش يعطيوها واحد الفرصه اخرى. وراك عارف كاينش الجهه وحنا نتمنوا لهم زعما الصراحه نتمنوا لهم غير الازدهار والله العظيم. الا زعما اذا كان داكشي بصح والله الا فرحنا الصراحه والله. هادو خوتنا وبابنا، احنا عندنا صحابنا جزائريين وحنا شعب واحد وكيجمعنا الاسلام ونتمنوا غير الخير. كما الى هما يتمنوا لنا الخير حنا نتمنوا لهم الخير، واللي يتمنى الشر كتجمعنا اللحظه. شوف كتجمعنا اللحظه كتجمعنا اللحظه هي اللي كتجمعنا اللحظه. تبارك الله عليك خويا. تحياتي خويا. الله يبارك فيك خويا رضوان وشكرا بزاف. السلام عليكم. تحياتي خويا. بارك الله فيك خويا. سي حمزه مرحبا خويا. مرحبا خويا رضوان. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي. مرحبا مرحبا خويا. مرحبا. واش راك رضوان؟ صافا الله يبارك فيك. الحمد لله. مرحبا اخويا. واش الموضوع؟ انت واش من الصباح وانت طالع بعد غتسول الموضوع؟ ولا تلف ما... ها؟ كيفا واش قلت لي؟ شو لي هذا اللي طلع لي قبلي هذا بارك الله فيه هذا انسان طيب على بالك. طيب 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 الموضوع هو بوتين حبيبي. سمعتي ولا ما سمعتيش؟ واش بيه بوتين رضوان؟ ما سمعتيش اش قال؟ واش قال؟ والله ما سمعت رضوان واش قال. وتبون سمعتي اش قال اليوم؟ كيف ما سمعتوش؟ لا اله الا الله. الله يكون معك. على من غتصوت السي حمزه؟ ما صوتش. ما الاخر تحيا الامارات. الله يحفظك اخويا. واش قال والله؟ واش قال رضوان؟ والله بالصحة والله واش قال رضوان؟ والله ما سمعت وانا بوتين. قال لكم راكم بخير وعلى خير والحمد لله، واللي خصو كاطكاط يجي يدي هذا. على واش على واش على واش اسمه البوكسار هذيك ولا واش على واش؟ لا 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 ما قال شيء ما قال شيء. قال لكم تبون راكم بخير الحمد لله. لا الحمد لله فضل الله والله غير بيان الحمد لله. وش والله والله بالصح والله يا رضوان بالصح على واش برك؟ شنو اللي على واش؟ وش قال بوتين؟ او معايا سليم صاحبي توجور نحن في زوج رضوان دائما نتبعوك. الله يسلم على السي سليم. على بالك خطره لي فات واش قلت لنا رضوان؟ لا ما خليتناش نحكيو انا وسليم. قلت لنا كم قاعدين على حجره ودايرين جوانا. ما عقلتش. سمح لي يا خويا انا غير كيصحابني كنتو كديروا شي حاجه من الممنوعات. اعتذر. لا 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 يا رضوان حنا رانا نصليو مؤمنين وخاطينا صوالح هذوك. اسمع استسمح اخويا استسمح اسمح لي. لا 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 راك مسامح دنيا واخره. لا باك رضوان قلت لنا قاعدين فوق حجره ودايرين جوانات وكوفي سمحلينا ما خليتناش نهضروا معاك. اسمح لي يا خويا اسمح لي انا مشيت غلط. انا ملي قلتوا لي بجوج انا فهمت هادشي اللي فهمت. اسمح لي يا خويا اسمح لي. وحنا عندنا عائله راهم في المغرب عائله عايشين في طنجه. عائلتكم؟ عائلتنا. مرحبا بكم اخويا. مرحبا بكم خويا. مرحبا بكم. نرى انا دم واحد ماشي قال تاع مشاكل ولا تاع الله يحفظك. واش تسمح السي حمزه؟ سمحوا لي يا خويا
اخويا اسمح رضوان اخويا هذا بوتين والله ما سمعنا لك والله ما سمعنا على واش هضر بوتين نحن عباك ان نتبعوك دائما نتبعوا فيك رضوان الله يحفظك هذا بوتين اخويا قال البارح قال لك اخاي كان كيهضر سولته واحد السيده وقال لها قال لها كاينه كنقول لكم شنو قال ماشي شنو قلت انا معليش قال لهم كاين واحد الراجل شارك مع العيالات مع النساء في الالعاب الاولمبيه في الملاكمه ودا ميداليه وصلخ واحد المراه وهرس ليها نيفه ما عرفتش واش انا على من كان كيدوي بصراحه واللي هو طلع على ايمان خليف ايمان خليف لا انا ما عرفتش انا غير كنسول زعما على من دوا ولا ايمان خليف ايمان خليف طفله مراه ماشي هي راجل وجوستمون هو على من كان كيهضر في نظرك السي حمزه اختي غيزلان شكرا بس على بالك انت تبعت اليوم هذيك تاع الطليان هذه تاع الطليان هذيك وسيه وراجل هذاك نورمال هذيك امراه ايه ولا لا فالنتينو متحول جنسي متحول جنسي رضوان ايوا خويا نقول ايمان خليف ايمان خليف من زادته وهي طفله نعم لا انا متفق معاك وكلش ولا اله الا الله ليل اش من اش من ولايه كتسكنوا خويا حمزه الجي الجي حنا هشام القروج راه اللي داها فرحنا والله فرحنا دخل الجزائر داها الله يحفظك انتم باينه فيكم ناس بعقلكم سمعتينا اخويا سمعنا واحد ما يدور لي عقلي كيفاه رضوان واحد ما يدور لنا عقلنا حنا ديك تاع سياسه بوليتيك دا حنا شعب واحد هذا ما كان هذه هي رضوان خويا هذه بوليتيك بوليتيك حنا ما يحكموش فينا بوليتيك حنا ما يحكموش فيها انا في الفوط ما نفوطيش جامي فوطيت تبارك الله عليك شوف انا تنقول لك باسكو انا خويا رضوان انا حر خلقني ربي حر برافو انا نقول لك خويا حمزه وخويا سليم تحيه الجزائر تحيه الشعب الجزائري انت اش غتقول لي تحيه يعيش المغرب وعاش الملك حنا على بالك واش نقولوا لك رضوان نقولوا الله يرحم الشهداء الابرار انا نقولها لك الله يرحم الشهداء الابرار شوف تحيه الجزائر الله يرحم الشهداء الابرار وتحيه زوينه هذه انت تحيه الجزائر والله يرحم الشهداء الابرار وانا في المغرب قول لي الله الوطن الملك لا نقولوا احنا نقولوا خاوتنا المغاربه ايوا انا كنقول لك تحيه الشهداء وتحيه الجزائر ها احنا نسير نقولوا لك نقول لك المغرب المغرب ام خاوت المغرب شوف المغرب فيه انت تقولها انت تقولها اه المغرب فيه الله شوف المغرب فيه الله الوطن الملك شوف ربي تاعنا كاع هذه وحده والوطن المغربي والوطن الجزائري وطن واحد باسكو حنا وطن عربي مسلم هذا الملك ديالنا والملك الملك 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 حنا ما نعرفوش رضوان حنا كنعرفوه شوف اسمع حنا تبون ما نعرفوش ولكن حنا خويا شوف حنا كنعرفوه حنا كنعرفوه الملك ثاني ما نعرفوهش يا خويا رضوان حنا علاش ما نعرفوش الملك حنا ما ندخلوش في السياسه دوكا الملك مليح ماشي مليح لروحو دابا لا لينا حنا دابا انا فهمت غير باش نشرح للخوت المغاربه دابا هادو جالسين مستونين ما عندهم علاقه لا برئيس واش كديروا شي حاجه والله رانا خدامين رضوان لا الصاله زعما واش كدير كتصليو ايه نشرح حاجه باينه هادي فرغم من هذه رضوان لازم وعلا انت ما تصليش رضوان اه نصلي اخويا كنصلي وفاش فاش خدامين اخويا من انا مش كيتش لا كنتصلي رضوان انت ما كانش هذيك السجود في 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 راسك هذه في الجبهه تاعك ما كانش خصها تكون هنا هذه علاش تبون عنده يا ودي واش دخلنا في تبون احنا نهضروا عليك انت انا نهضرك علاش ورا راه تبون لي صايق البلاد يسوق البلاد ولا يسوق العباد لا صايق البلاد البلاد ماشي العباد لو كان جاي يسوق العباد انا ما يسوقنيش دابا واش اللي كيصلي عندكم خص تكون عنده النجمه
نجمه باش نشرح لخويا حمزه، هذيك عندها جوج حيت هذيك هي كتكون حساسيه، يا حساسيه كتنوض الانسان هنا، يا ملي كاينوا في عهد الحصيره كانت شحال هذه الحصيره، ما بقاش عندكم نتوما في الجزائر الحصيره كاش، كانت الحصيره كتخلي لاطراس، دابا ما بقات لا حصيره لا والو، هي دوره انا وريك الهضره، راه رطبه صاحبي، راه ماشي رطبه، راه بزاف طبي تماك تحكي طبي طبي، حنا كنقولوا الهضره طبي طبي الصاله الهضره، على بالك حنا على بالك الهضره، حنا على واش نقولوا الهضره علاش كينذبحوا كينذبحوا الكبش، هذيك الهضره تاعو كتذبحوا الكبش، الكبش الكبش حولي الحولي حولي، انتم تقولوا الحولي انتم الحولي، حنا نقولوا الكبش كي تذبحوا وتسلخ، هذاك هذيك نقول هذيك نحاولوا هذيك نقولوا لها نحن الهيدوره. اوكي حبيبي وتبارك الله عليكم، فاش خدامين سي سليم وحمزه؟ وزاره التربيه. تحياتي تبارك الله. اساتذه في التعليم باقي عندكم المشكل ديال التعاقد ولا لا؟ لا لا الحمد لله صافي، ريقلوا معكم لافير بيان سير يريقليو، حنا ما نقريوش يريقليونا ولا ما نقريوش طريبي، الا دابا دخلتو ولا مازال؟ ما لا دخلنا خلاص الحمد لله. تاع الادماج، الادماج دمجوكم. اه الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مازال شويه نسبه، مازال شويه نسبه، مازال شويه نسبه. اي عرفت باقي عندكم مشكل ديال التعاقد في الجزائر، متبع شويه الاخبار. اش من ماده كتقريها السي حمزه والسي سليم؟ اللغة العربية. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وتقريبا خويا المعدل ديال الأجور عندكم في الجزائر ديال الأستاذ تقريبا راهو 60,000 دينار. 60,000 نضربوها 0.07 شحال هي من أورو تقريبا؟ بالأورو ضعيف بزاف، ما تخرجوش الأورو يا رضوان، حنا في أنت غنضربوها 3000 درهم 300 يا خويا رضوان، اهضر في 9. اوكي شوف انا طلعت مع اسمع قال لك انا رضوان، انا طلعت مع اساتذه مغاربه في التران، ركبوا معايا في التران بالدراهم هنا يخلصوا 35 مليون. وين هذا في المروك؟ في المروك انا اللي رحت للمروك. 35 مليون شحال هي 35 مليون شحال هي من اورو؟ ما تقوليش بالاورو، قولي بالدرهم. بالدرهم شحال هي بالدرهم؟ دير 35 تقسيم 9. استاذ كيشد 35 مليون في المغرب. اه ومالو كيقري واخا يكون كيقري في 35 ماشي 35 مليون درهم. لا دراهم الجزائر، دراهم الجزائر 35 مليون دينار جزائري مقابل. شوف دابا حنا في المغرب باش نشرح لخويا، باش نشرح للمغرب، المغرب عندنا اقل اجر، كنهضر على الاستاذ ديال الابتدائي. انا الابتدائي يبدا من 600 اورو اقل ما كاين بالدراهم. كم شحال رضوان بالدراهم؟ كم شحال؟ 6000 درهم 6000 درهم 6000 درهم 6000 درهم. هذا اقل ما كاين، هذا يدير 65 هكذا 65000 درهم. 65000 درهم؟ لا لا بزاف بزاف بزاف. 65000 درهم استاذ جامعي؟ لا 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 ما كاينش، لا استاذ جامعي ما كاينش 65000 درهم. لا اما نكذبش عليك بصراحه، شوف كان هضر على الماضي قال لي ندي 65000 درهم. لا بلاتي غير باش نتفاهموا، غير باش نتفاهموا استاذ الجامعي. شوف دابا كاين عنده الاختلاف اللي فين اختلف ثانوياك، غيكون هو استاذ في الكليه استاذ جامعي ولكن كيدير ساعات في المدارس الخصوصيه. استاذ جامعي اليوم الاستاذ الجامعي كيبدا هذا عاد متخرج، عاد غادي يدخل بروف اسيستون كنسميو حنايا استاذ اسيستون بروف اسيستون. اليوم كيدي كنظن كيبدا ب 15 ولا 16000 درهم باش كيبدا. عاد بادي كيبدا ب 15 16000 درهم بيا
يعني واحد 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 البيا البيا قول كيبدا في المغرب بشي 1000 كنظن وقيله 1600 اورو. والامتيازات واش رضوان واش يمدوا لهم امتيازات؟ بيني وبينك الامتيازات عديده ومتعدده. كاينه واحد لا فونداسيون ديال مؤسسه محمد السادس للرجال ونساء التعليم عنده لي زوطيل الواعرين. لا نحكيو سكنه كيفاه؟ سكن لا السكن عنده الامتياز ديال الا بغى ياخذ سكن هو في الاسم ديالو حيت المغرب ما كيعطيش السكن من غير السكن الوظيفي. لا السكن الوظيفي السكن الوظيفي ما غيتعطاش للاستاذ غيتعطى لشي مسؤول مدير مؤسسه. بصح حنا بالعكس نحن استاذ يمدوا له وظيفه سكن هذا. لا حنا ما عندنا السكن الوظيفي الا في العالم القروي. اما المدينه لا ما عندناش. ديما الناظور وفرقرياف الناظور راه مدينه. الناظور راه اليوم في اخباركم راه اكبر راه احسن اليوم البنيه التحتيه للناظور. لا ماشي الناظور في لافيل في النواحي الضواحي الناظور ضواحي. بغيتي تقول الجبال فوالا بحال الجبال. لا ديك صح فوالا تمام. تما كاين بالنسبه السكن الوظيفي. كاين السكن الوظيفي الموظفين كلهم السكن الوظيفي الموظفين كلهم كيتعطاهم تقريبا اللي كيكونوا في الاماكن البعيده. ما ماشي للاساتذه. لا الاساتذه كنقول لك اللي في بعاد في العالم القروي ولا المدير. هادشي اللي كاين. تبارك الله عليكم اخويا رضوان. رضوان نقول لك بارك الله فيك. لا رانا توجور نتبعوك خويا رضوان. يا اخي واسمحوا لي هذيك النهار انا ما فهمتكمش. يا وراك مسامح دنيا واخر انا نقوله. الله يحفظك الله. ومعليش اسمع رضوان حبيبي اسيدي. كثر لنا شويه غير على الجزائر ما تحكي والو على المروك. غير على الجزائر ما تحكي والو رضوان غير على الجزائر ما تحكي لناش على المروك. هيا السلام عليكم رضوان. انا غنتابونا عند خوتي دابا. انا غنتابونا عندكم. انا هيا ميرسي يعطيك الصحة رضوان. الله يحفظك. صح كون هاني يا اخي كون هاني. الله يحفظكم تبارك الله عليكم الاخوة تبارك الله عليكم. شكرا. شوف قضية الملك وداك الشيء نقدر من هما هكذا فهمتي الإخوان في الجزائر ولكن ناس محترمين. أستاذ هذا شيء بالرغم من أنه مختلف أنا ولكن شوفوا كيبان لكم ناس محترمة. هذا هو طينة الجزائري المحترم. مستوني ما بغي صداع ما بغي يكذب عليك ما بغي يقول لك حاجة. يا ريت وكان المواطن الجزائري كله بحال هكذا بغض النظر كيف ما قلت على المساله ديال 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 الملك وبالنسبه لهم ولا لا لانه صعيب. انا كبرت في مملكه كنعرف الملك. هو صعيب راه كبر في الجمهوريه ولكن الناس واعيه. حنا الملك ديالنا بطبيعه الحال كنقول هذاك بوينه ولكن هو باش تقنعوا لا صعيب ولكن كيبقى انسان محترم. هاد جوج الاخوان هادو محترم تبارك الله عليهم الاخوان. الو بارك علينا. شحال الساعه؟